بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. النص الأول من حلقتنا بيبقى فيه مجموعة من الأخبار، والحقيقة النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار على النشاط الرياضي في مصر خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، والحقيقة عندنا أخبار كتير مهمة تخص جماهير الرياضة المصرية طبعا، وفي مقدمتهم جماهير النادي الأهلي. النص الثاني من حلقتنا عندنا النهاردة فقرة تخص الكاراتيه. الحقيقة من ثلاث أربع شهور كان معانا اثنين نجوم من الكاراتيه في النادي الأهلي ومنتخب مصر، كان معانا محمد رمضان وكريم أبو عيد. الاثنين كانوا معانا من أربع خمس شهور وحلمنا معاهم وشفنا تطلعاتهم وأملهم خلال الفترة المتبقية من الموسم أو الفترة اللي جاية من الموسم. الرجالة دي كان عندها بطولة مع في مصر اسمها الدوري العالمي أو البريمير ليج، اتعمل في القاهرة في الفترة من 27 28 29 يناير اللي فات، والاثنين لعيبة دول بالأخص حققوا نتائج كبيرة جدا جدا. عندنا محمد رمضان فاز بجائزة الفائز الأكبر، الاتحاد الدولي للكاراتيه بيعمل جائزة بيديها للاعب صاحب الأداء الأحسن طوال الموسم. سبحانك رب، ربنا لما بيكافئ يعني المكافأة بتبقى كبيرة جدا، نتيجة تعب وعطاء. محمد رمضان من الناس اللي قابلته كتير باد لك في الأول أو سوء حظ، ولكن كان عنده إصرار وعزيمة، وهنفكركم بالكلام اللي قاله معانا من فترة، وهنقول وإزاي وصل لبعد كده بالرغم من الصعوبات اللي قبل. نفس الكلام بالنسبة لكريم أبو عيطة، قبله أخد برونزية طبعا في 60 كيلو جرام في الكوميتيه، وحقق في البطولة اللي فاتت في الدوري العالمي اللي اتعمل في مصر، عمل طبعا اداء كويس جدا بالبرونزيه، وبناء عليه حصل يعني تطور في تصنيفه. هو بالمناسبه هو محمد رمضان بقى الثاني على العالم دلوقتي. محمد رمضان لما جه صور معانا كان ترتيبه بعد كده، انا الحقيقه مش فاكر كان السابع الثامن مش فاكر، ولكن النهارده بنتكلم محمد رمضان الثاني على مستوى العالم. هنتكلم معاهم ونشوف حققوا ايه ووصلوا فين، وده المتابعه من برنامج الابطال نجومنا اللي احنا واثقين فيهم وعارفين ان هم يقدروا يعملوا احسن من كده، وده دعمنا ليهم مش دعم يعني ملوش منطلق، لا ليه اساس وليه منطلق، ان هم بيبذلوا مجهود فهم اللي بيجبرونا ان احنا ندعم. ده هيبقى النص الثاني من حلقتنا. بس الحقيقه قبل ما اروح لحلقتنا والمحتوى بتاعها، لازم امبارح ابارك لجمهور النادي الاهلي العظيم. الفوز امبارح على سياتل ساوندرز الامريكي، مش بطل امريكا اللي بطل قاره، بطل قاره امريكا الشماليه، عشان الناس او يعني بتقول او يعني بعض الصفحات على السوشيال ميديا بتقول ده بطل امريكا، لا ستوب، هو بطل امريكا ولكن هو بطل قاره. انت بتلعب النهارده ابطال قارات، يعني هو ما جاش لعب البطوله دي عشان هو بطل امريكا، لا هو جه لعبها عشان هو بطل قاره. مكسب امبارح فنيا طبعا كباتني الكبار في قناه النادي الاهلي اتكلموا على هذا الموضوع فنيا، طبعا انا نفسي استمتعت بتحليلاتهم الفنيه، كل الكباتن كابتن اسلام الشاطر كابتن ايمن شوقي كل الكباتن اللي جم واللي بيتكلموا عن كره القدم الحقيقه امتعوني، ولكن انا النهارده هتكلم على حاجه مش بس منطلق فني، هتكلم هل المكسب اللي احنا بنشوفه ده فنيات فقط كوره بس؟ يعني سؤالي هنا ده السؤال الاساسي عندي النهارده وانا بتكلم عن هذا، هل المكسب اللي احنا شايفينه ده والاداء ده فني فقط؟ الاجابه لا، مش فني فقط. الجزء الفني هو جزء، ولكن هناك اجزاء اخرى وهناك شغل تاني شغال بين الكواليس انا اقول لكم عليه. النهارده لما تلاقي فرقه النادي الاهلي اللي انتم شايفينها في الملعب دي بتلعب بالشكل ده بالجمال ده بالاداء ده، انا لو مشاهد معرفش ان ده فريق جاي من مصر او فريق جاي من افريقيا اعتبره فريق اوروبي. طب ايه اللي خلاني اقول كده؟ اللي خلاني اقول كده هو الالتزام، وحط تحت الالتزام دي 100 خط. النهارده لما تلاقي بعثه على راسها كابتن محمود الخطيب، اعرف ان البعثه دي هتبقى ملتزمه التزام متناهي، وانا متاكد وانا مغمض لان انا مريت بالفتره دي. كابتن محمود الخطيب مره وكان من حظي الحسن انه ترأس بعثه لفريق كره السله بالنادي الاهلي في بيروت في لبنان، وده كان حاجه مفاجاه لينا ان كابتن محمود الخطيب لما كان نائب رئيس النادي في هذا الوقت ترأس بعثه لكره السله. دي كانت بالنسبه لنا احنا مسافرين مبسوطين ان كابتن محمود الخطيب هو اللي موجود رئيس البعثه. اول كلمه قالها لنا قبل ما نركب الطياره عايز التزام، انت ما بتمثلش نفسك
او بتمثل النادي الاهلي بس، انت بتمثل مصر دلوقتي. التزام، مش عايز اشوف اي خروج عن النص، بل عايز اشوف التزام. النهارده الالتزام مش على مستوى اللاعبين، الالتزام على الجهاز الفني. امبارح مستر كولر واقف على الخط لوحده، لوحده بمعنى كلمه لوحده، زي كل فرق اوروبا. الراجل مفيش اي تداخل من الجهاز الفني بتاعه، ولا حد بيقوم نشوف يكلمه، ولا حد بيقوم يقعد، ولا الكلام اللي بيحصل ده لا خالص. هو واقف على الخط مركز، بيأيد في الورقه. لو الكاميرا اتنقلت على فريق، على الفريق الاخر سياتل ساوندرز، هتلاقي نفس الشكل. الالتزام في اللبس، كل الجهاز الفني لابس نفس اللبس، مفيش حاجه واحده تقول ده ما تعرفهمش من بعض من كتر ما التشابه. اللعيبه مفيش حتى حاجه مختلفه، التزام متناهي. ما شفناش لعيب امبارح حتى الرياكشنات بتاعه الوش، مفيش، كله ملتزم، عارف نازل بيأدي دوره، بيلعب، عارف انه بيمثل 100 مليون مصري، 110 مليون مصري، حتى اللي مش بيشجعوا النادي الاهلي بيمثلهم، لان دي مصر. طيب الالتزام من الجهاز الفني واللاعبين، ما شفناش اي حاجه ممكن تعكر صفو هذا الالتزام. وده انا متاكد وانا مغمض ان دي مش وليده الصدفه، دي وليده شغل واجتماعات وكلام، سواء من كابتن محمود الخطيب وفولو اب من كابتن سيد عبد الحفيظ، ان الشكل يبقى كده. طيب هقول حاجه تانية. النهارده لما اللعيبه المصريين يلعبوا بروح، سليه، قفشه، وتلاقي الروح دي والجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ، ده طبيعي طبيعي. انما الروح اللي انت شايفها امبارح من اللعيبه الاجانب المحترفه معانا في الفرقه، ده اللي لازم نحط عليه الضوء. النهارده عندك ديانج، عندك حبيب الكل معلول، عندك بيرسي تاو، عندك اللعيبه الاجانب حتى اللي ما لعبوش امبارح، كانوا على البنش وما شاركوش. لما تلاقي الروح النهارده علي معلول، والله ما تقولش انه تقول ده واحد متربي جوه النادي الاهلي وهو عنده 10 سنين. طب الروح دي جت منين؟ الروح دي جت نتيجه انه بيلعب في النادي الاهلي بس؟ لا، مش كده بس، انه شاف المنظومه وعاش جواها وحبها. الكلام ده يا جماعه، يا جماعه والله العظيم الكلام ده اكبر بكتير جدا من فوزنا بس. الفوز حاجه جميله، بس الكلام ده هو اللي بنى شعبيه، وهو اللي بنى سمعه النادي الاهلي. لما تلاقي اللعيبه الاجانب النهارده بيلعبوا بالشكل ده جوه الملعب، ما كل دي رساله لكل الجنسيات في العالم، اتفرجوا على الرياضه في مصر عامله ازاي. يا جماعه والله العظيم انا امبارح اكاد اكون ما نمتش من فرحتي بالشكل. الفوز كان فرحنا كلنا، ولكن امبارح شكل الفرقه، انا بحس بتفرج على فريق ليفربول مثلا، واحسن فريق اوروبي بيلعب، مش فريق يعني بجد، يعني دي فرحتي. النهارده لما الاقي ديانج بيموت نفسه على كل كره وداخل، لما الاقي حمدي فتحي كده هيقول لك طبيعي ما هو لعيب مصري، انما لما الاقي ديانج النهارده بيرمي نفسه على كل كره، طب لما الاقي علي معلول النهارده بسم الله ما شاء الله، يعني في عز تعبه مش ما بيقفش ياخد نفسه عشان النادي الاهلي يطلع كسبان. الشناوي كابتن الفريق النهارده لما الجون بيجي بينط، وبينط في السماء 3 4 متر من فرحته. الروح يا جماعه ما جاتش من فراغ، الروح ما جاتش عشان اللعيبه بس عايزه تكسب، الروح جت نتيجه سيستم ونظام عادل جوه النادي، نظام بيخلي اللعيب مركز بس في لعبه، مركز بس في ادائه. والله الكلام ده مشاعرات يا جماعه، لازم كل واحد ينتمي للنادي الاهلي حتى جمهوره يفخر. النهارده وانا قلتها امبارح وهقولها، اللي ما شجعش النادي الاهلي فاتوا كتير، اللي ما شجعش النادي الاهلي وفرح الفرحه دي فاتوا كتير، فاتوا كتير قوي قوي قوي، بطولات وفرحه وشكل واداء، وفاتوا كتير. انا طبعا مع كل احترامنا للجميع، انا بتكلم على شعوري، انا حر، انا المفروض ان انا اكون مبسوط وفرحان، انا ما بغلطش في حد، ولكن انا بقول شعوري. النهارده النادي الاهلي مدي شكل للكره المصريه وشكل مصر وشكل الرياضه في مصر، حاجه تانيه خالص والله بجد يا جماعه. حتى زمايلنا من قناه النادي الاهلي اللي موجودين مع البعثه، واجهه مشرفه جدا جدا جدا. وكنت بتكلم مع كابتن اسلام، الحقيقه حاجه عاملين جهد وبيبذلوا مجهود عشان يطلعوا احسن حاجه. النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يا جماعه، وكل واحد ينتمي لهذه المؤسسه حتى لو بيقعد في مدرجات الدرجه الثالثه، والله العظيم لازم يحس بالفخر، ولازم يحس قد ايه النادي الاهلي نادي عظيم. ومش بيكسب النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي يعني مش عظيم عشان بيكسب، يعني المكسب ده اخر حاجه النادي الاهلي يفكر فيها، انما النادي الاهلي لما عشان عظمته بيكسب. النادي الاهلي عظيم فبيكسب، عظيم بمبادئه، عظيم بقيمه وبالتزامه. يا جماعه ماتشين ما شفناش هفوه ممكن تتاخد على لعيب، ماتشين ما شفناش كلمه جمهور النادي الاهلي، الجمهور المغربي كله بيشجع النادي الاهلي. يا جماعه يا جماعه كل الكلام ده لازم تشوفوه، دي القوه الناعمه. النادي الاهلي النهارده جمهور المغرب اللي احنا من هنا بنحييه وبنشكره
ويعني وبنقول له احنا مش عارفين نقول لك ايه بامانه. جمهور المغرب امبارح كانك بتلعب في مصر. نادي الوداد وداد الامه خرج امبارح من البطوله ولكن جمهور المغرب بيشجعك. المعلقين اللي بيذيعوا حب لنادي الاهلي جارف يا جماعه والله العظيم. هو ده المكسب، هو ده المكسب. طب ريال مدريد هنلعب وهنلعب رجاله وهنأدي بالالتزام ده. النهارده الفريق سافر طنجة عشان استعداد المباراه، محدش يعرف حاجه. النادي الاهلي علمنا مفيش طموح، مفيش سقف لطموحات، هنشتغل وهنتعب والجهاز الفني هيشتغل ويختار احسن تشكيل واللعيبه هتبذل جهد. يبقى الدعاء ويبقى التوفيق، وربنا عمره ما هيتخلى عن فريق رايح عشان يلعب وعشان يأدي، مش عشان انا اسف يعني يكسب عشان يبقى فيه يا جماعه معلش انا اسف يبقى فيه تطاول على حد او خروج عن النص. نادي بيفكر في نفسه بس، نادي بيفكر يطور من ادائه بس، نادي بيفكر ازاي يكون احسن. اكيد ربنا مش هيخذل هذا النادي، معلش انا اسف والله الكلام ده انا بتكلمه دخلت طبعا في القصه دي، بس الكلمتين دول انا من امبارح حاسس بيهم وقلت لازم اشاركهم مع جمهور النادي الاهلي قبل ما نروح لاخبارنا. واتمنى يكونوا وصلوا. طبعا اهو ادي البعثه، وطبعا وصولها لطنجة وسفرها للمدينه اللي هتلعب فيها. والنهارده طبعا جات لنا اخبار ان الجون الاساسي ده الاستقبال في مدينه الرباط. شايفين ممر شرفي، شايفين يا جماعه شايفين الجمال، يعني ممر شرفي معمول، دي قيمه النادي الاهلي. معلش انا لازم ارجع للموضوع، ما شفاوي دي، بصوا يا جماعه بصوا القيمه والجمال هي دي. بيفكرني بقول لكم بايه يا جماعه؟ فاكرين الست العظيمه ام كلثوم لما كانت تروح تعمل حفلات في المغرب وتونس كانوا بيشيلوا العربيه شيل. الفنان القدير محمد عبد الوهاب لما كان يروح يحيي حفله هناك، هي دي مصر يا جماعه، كان هي دي اللي عملت شعبيه مصر الطاغيه. بيتصور مع الاستاف النهارده الكابتن محمود، بيتصور مع الاستاف كابتن محمود الخطيب النهارده واقف بكل تواضع، الناس مستنياه عشان تاخد صوره مع كابتن محمود الخطيب. يا جماعه يا جماعه والله العظيم هو ده المكسب، هو ده المكسب. افرحوا يا جماعه بالنادي، وحتى لو انت ما بتشجعش النادي الاهلي وعلى راسنا من فوق افخر ان ده نادي بتاعك. كولر النهارده واقف يتصور مع الاستاف وكابتن محمود الخطيب يخش يتصور على الاستاف، اللعيبه بكل تواضع، لعيبه لابسه ملتزمه، الاداء حتى الضحكه محسوبه على اللعيب. ما ينفعش لعيب يخرج على النص، مفيش التزام وانت راكب الاتوبيس، مفيش مبالغه في الهزار، مفيش الكلام ده كله. هو ده القوه الناعمه، هو ده النادي الاهلي. والله العظيم بقول لكم يا جماعه انا امبارح قاعد بتفرج على الماتش ومش عايز اقول لكم ان انا مشاعري اتحركت والله، كانه يعني بقول لكم افتكرت حفلات عبد الحليم حافظ وحفلات ام كلثوم اللي كانت بتتعمل في الدول العربيه وقد ايه ترحبهم بيها لانهم عارفينهم انها قيمه. النهارده النادي الاهلي اصبح قيمه كبيره. انت حتى لو ما تشجعش النادي الاهلي لازم تفخر بالشكل ده، ولازم تقول لازم اهو الناجح لازم تقول ده ناجح، ولا احنا نقول حاجه تانية غير كده؟ عايز تنافسني نافسني ما فيش مشكله، واهلا بالملعب، واللي ينافس ينافس، ولكن يعني قدر نجاحي، لان في يوم من الايام هتلاقينا احنا في يوم من الايام هنقدر نجاحك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل وارجع بقى بعد الفاصل عشان نخش في محتوانا واخبارنا، بس خدنا طاقه ايجابيه بعد الفاصل نرجع. اهلا بحضراتكم من جديد، هنروح لاخبارنا. خلاص منتخب كره اليد خلص بطوله العالم بالمركز السابع، اللعيبه رجعت القاهره تاني، خد وقت استشفاء. النادي الاهلي طبعا فريقه بقياده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني، خلاص الدوري هيرجع تاني، بدا تدريباته. سداسي رجع تاني اللي كان مع المنتخب، اول مباراه لينا باذن الله يوم الخميس القادم مع نادي سموحه، وعوده لدوري المحترفين لكره اليد اللي بتمنى لفريقنا اكيد طبعا كل التوفيق. والحمد لله ان السداسي بتاعنا بتاع منتخب مصر رجع بكل سلامه، ما فيش اصابات ما فيش حاجه. وافكر حضراتكم بالسداسي اللي كان رايح، كان طبعا عبد الرحمن حميد، احمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، وابراهيم المصري، واحمد عادل. المباراه اللي جايه ان شاء الله هتكون مع نادي سموحه زي ما قلت لحضراتكم الخميس، مباراه مهمه، مباراه مهمه وقويه، وخاصه بعد ما بترجع بيبقى في لعيبه كانت مع المنتخب وراجع، وفي لعيبه كانت بتتمرن في البتاع، فانت محتاج ماتش او اثنين عشان ترجع تستعيد تاني الذاكره الفنيه بما يخص النادي بتاعك. واللعيبه الدوليين عندهم القدره دي، واللعيبه المحليين حتى اللي ما راحوش لعيبه دوليين، يا اما لعبوا مع منتخبات الشباب يا اما غيره وغيره. طيب كاس العالم اللي فات طبعا، طب زي ما حضراتكم عارفين منتخب مصر مستر بروندو رحل عن منتخب مصر في فتره، قضى فتره حوالي 3 سنوات مع المنتخب المصري، كانت من احلى الفترات او انضج الفترات فنيا لمنتخب مصر من فتره يعني الحقيقه. والراجل ادى دوره اللي احنا من هنا برنامج الابطال بنشكره، وحتى خرج بشياكه وكتب يعني تويته حلوه جدا على تويتر شكر فيها كل الاتحاد وكل العاملين معاه في منتخب مصر. وهي دي الكلام، هو ده الفكره، يعني لازم لما يطلع مدرب ده بره مصر لازم يتكلم عن تجربته الناجحه
يعني اللي قضاها جوه أروقة طبعا كره اليد المصريه، والاتحاد دلوقتي في مرحله التعاقد مع مدير فني جديد وبيدور على اسامي كبيره. خلاص منتخب مصر شاء من شاء وابى من ابى، اسم كبير في كره اليد على مستوى العالم، المنتخب الوحيد اللي بره اوروبا اللي يستطيع ان يفوز على منتخبات اوروبا. اللعبه نفسها لعبه اوروبيه، هي كره اليد لعبه اوروبيه يعني، فالمنتخب الوحيد خارج اوروبا اللي يقدر يكسب المنتخبات الاوروبيه هو منتخب مصر. اذا خلاص احنا محتاجين اسم كبير، ودلوقتي بيحصل عرض، وانا اتوقع ان اي مدير فني خارج اي منتخب كبير الان اكيد يشرفه ان يجي يمسك منتخب مصر في ظل وجود كوكبه كبيره من هذه اللاعبين او هؤلاء اللاعبين، اللي منهم لعيبه محترفه وفيهم لعيبه محليه، حتى اللعيبه المحليه لهم فرص كمان يخرجوا. يعني عندنا جيل جاي جدا وجيل طالع ان شاء الله. اللي جاي بقى هي بطوله العالم للشباب اللي احنا انا واحد من الناس منتظرها. الكابتن صابر حسين المدير الفني بتاعهم انا منتظر، وبقول لكم خليكم فاكرين كلمتي دي، المنتخب ده هيعمل حاجه يا رب بس ننقص التوفيق. انا بقول ورق وقلم، انما التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ده الاساس. ورق وقلم المنتخب ده بطل افريقيا، كسب افريقيا فرق 20 هدف، فرايح يعني جامد جدا. يبقى التوفيق عشان ان شاء الله يعملوا حاجه. انا اتوقع كابتن صابر بقاله سنتين شغال، انا برؤيتي المتابعه المنتخب ده ممكن يعمل يجيب ميداليه، ومش بعيد يروح على فاينل، ولكن يتبقى التوفيق. اللي هو مين كابتن الفريق ده؟ مهاب سعيد. مهاب سعيد نجمنا الكبير، نجم النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر اللي ادى اداء كويس في بطوله العالم اللي فاتت، ده كابتن الفريق. خليكم فاكرين، ويحيينا ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي بطوله العالم وهفكركم بهذا الكلام. هنروح لدوري السيدات لكره اليد. كان عندنا مباراه امبارح مهمه جدا مع نادي الشمس. نادي الشمس عامل فرقه محترمه، ماتشاتنا معاهم بتبقى ديربي قوي. الحمد لله فزنا امبارح 22-21، ومباراه اقيمت امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل. مين اللي بيمرن الفريق؟ افكر حضراتكم كابتن محمد عادل زوله المدير الفني والجهاز الفني طبعا الكبير. استطاعوا امبارح ان هم يعني يوسعوا طبعا الحمل على اللعيبه، ولكن الخبر السيء ان نصر عيد عبد الملك اتصاب. يعني يمكن انا شفتها منزله يعني تويته على او يعني على السوشيال ميديا صوره ايديها ومحطوطه في الجبس. نصر عيد عبد الملك للاسف اتصابت، هنعرف طبعا تفاصيل اصابتها. الف مليون سلام عليك يا نصر، انت وحش يعني. هي يمكن اتصابت بكسر في الصباع في مباراة المعادي في الدور الأول وتعالجت، ويمكن دي الإصابة دي كانت سبب استبعدها عن منتخب مصر في السنغال بطولة أفريقيا، ما لعبتهاش وبدأت تقف على رجلها تاني وبتاع، خدت إصابة تاني. ولكن زي ما أنتم شايفين الإصابة دي حاجة قدر عند الله سبحانه وتعالى. شايفين أكرم توفيق، ربنا يشفيه يا رب ويرجع أحسن من الأول، وإحنا معاك يا أكرم، مستنيينك ومنتظرين منك الكتير. أكرم توفيق اتنين صليبي يعني، ومع ذلك إيمانه لم يهتز لحظة. ونصر عيد عبد الملك برضه إحنا متأكدين إن إيمانها لم يهتز لحظة، وهتتعالج وترجع أحسن من الأول، ويقف جنبه ان شاء الله النادي الاهلي يقف جنبها حتى تستعيد كامل عافيتها. ماتشنا اللي جاي في كره اليد السيدات مع مين؟ مع سبورتنج في اسكندريه يوم الجمعه الجايه، وماتش قوي. طيب الدوري ده دوري ده الدور الثاني، ست فرق بتلعب. ده ماتش اللي احنا فزنا بيه اللي هو ماتش الشمس امبارح، كان الجوله الخامسه. طيب ايه الاربع جولات اللي فاتت؟ الاربع جولات اللي فاتت فزنا على الطيران 26-19، فزنا على المعادي 28-19، وثالث ماتش كان الزمالك 23-21، ماتش الشمس الجوله الرابعه اسف، سبورتنج اللي جاي الجوله الخامسه. هياخدوا الاتحاد اول اربعه. يعني هنلعب رايح جاي، خلاص الدوري في الاخر، هنلعب رايح جاي ده الرايح لسه، هنلعب الجاي وهياخد الاربعه، هتطلع بالنقط بتاعتك، مش عارف نقطتين، نقطه ونص، نقطه وهكذا، هتطلع الدور اللي بعد كده وتلعب بقى دوره مجمعه واحده يتاخد منها البطل. الدوري مش سهل في سيدات كره اليد، الدوري مش سهل. عندك سموحه قويه، سبورتنج قويه، عندك الزمالك مش وحش، عندك سموحه كويسه، عندك الشمس طبعا الديربي القاهري والديربي في الدوري قوي. فالدوري سيدات السنه دي يعني عايز، خاصه ان انت خسرت نصر عيد عبد الملك الجوكر بتاع الفريق في وقت مهم جدا، ولكن كلنا ثقه في اللاعبين. اللاعيبه السنغاليه عامله ماتش كويس قوي امبارح مع الشمس، حطت تقريبا اربع او خمس اهداف او ست اهداف، وعملت اسيست اربع اهداف، ماشيه كويس جدا. والاختيار الحقيقه اللي اختار المحترفه من السنغال عبقري، معرفش بقى كابتن خالد العوضي طبعا مدير نشاط الرياضي واحد اساطير كره اليد، قد يكون هو، قد يكون الجهاز الفني، الفكره عبقريه. انت محتاج قوه بدنيه قويه، ودي موجوده في الافارقه مع الفنيات اللي في مصر، هتتعلمها او هتشغل بيها هتبقى في حته ثانيه. اختيار عبقري. هنروح لكره السله رجال. المنتخب اتجمع، مستر روي رانا المدير الفني الكندي جمع الفريق، بالمناسبه هو بيمرن قطعه في اليابان وبيجي قبل الويندو بحوالي 3 أسابيع، يجمع المنتخب، يختار 20 لاعب منهم 6 من النادي الاهلي. بالمناسبه ال 20 لاعب مش كلهم هيشاركوا في الويندو، ولكن بيختار 12 لاعب. السته اللي اشترك فيهم او اللي دخل اتاخدوا من النادي الاهلي هم سيف سمير طبعا كابتن فريق النادي الاهلي،
وإيهاب أمين وعمر الجندي وعمر طارق وأحمد إسماعيل وكريم حاتم. المفاجأة بالنسبة لي هو كريم حاتم. وكريم حاتم إحنا هنا في برنامج الأبطال واستوديو الأبطال وإحنا بنغطي المباريات قلنا الولد ده يعني ده ابني ده يعني 18 سنة قد سن ولادي. الولد ده هيبقى له شأن كبير جدا، خاصة إنه صانع ألعاب وبيحب يلعب مركزه. يعني هقول لكم حاجة، مؤمن طارق خيري وهو صغير كان صانع ألعاب، ولكن لما طلع بقى جارد وبقى جارد حدوتة. نفس الكلام محمد خيري كان صانع ألعاب ودلوقتي بقى جارد وجارد حدوتة، يعني حاجة سوبر. ولكن كريم حاتم لما كان عندي هنا وعلى الترابيزة دي سألته قلت له أنت عايز تقلب جارد تقلب شوتنج جارد أو حاجة، لأن مش كل واحد بيطلع. أنا وأنا صغير كنت صانع ألعاب، لما كبرت قلبوني جارد. صانع الألعاب اللي بيحب المركز ده بيتفوق فيه. سألته أنت عايز تقلب؟ قال لي لا أنا بحب المركز ده. فلما قلت له كده قلت له أنت إن شاء الله هتبقى بوينت جارد منتخب مصر، والكلمة يعني روي رانا ما كدبهاش واستدعاه أصغر لاعب في منتخب مصر عن 18 سنة. والله زي ما بقول لكم دي مفاجأتي، أتمنى إنه يكمل، ولكن الموضوع ممكن يكون صعب لأن هو طبعا يعني وأنا ما بستبعدوش على فكرة، ممكن يكون روي رانا ليه وجهة نظر انه يجيبه ويدي والويندو دي احنا نكسب ماتش نخش او نطلع كاس عالم، ممكن يكون جايبه عشان يديله خبره، او ممكن يكون ناوي بعد كده يكون اساسي. لان انت لو جبت بوينت جارد في المركز ده احنا للاسف في مصر، خلينا نتكلم على الساحه دلوقتي، احنا عندنا بوينت جارد دولا رقم واحد، هو كويس ولعيب، خلينا نتكلم بامانه هو رقم واحد دلوقتي كمصري في منتخب مصر. دولا بوينت جارد اتحاد اسكندري محتاجين واحد معاه، دولا سنه صغير ولكن دولا مش هيتحمل عبء ماتشات قويه في افريقيا 3 4 ماتشات ورا بعض، لازم يكون معاه حد وصغير. اختيار جيد من رؤيا، بس انا هنا عندي كومنت، في لعيبه تانيه تستاهل تنضم في النادي الاهلي. يعني انا برضو عندي يعني كومنت شويه على استبعاد عمرو زهران، بالرغم ان عمرو زهران يمكن مستواه قل شويه بس مش قل بالشكل ان هو طب هبقى مين ريح شويه ويستعد مستواه تاني. يعني عمرو زهران المفروض خلاص يبقى من اعمده منتخب مصر، ما ينفعش يطلع بره. انا وجهه نظري كده. النهارده احمد اسماعيل فعلا اختيار، واحنا قلنا الحلقه اللي فاتت او قلنا التجمع اللي فات قلنا احمد اسماعيل لازم يكون موجود في المنتخب وقد كان. عمرو زهران لازم يخش، كان لازم يدي المؤمن خيري. مؤمن خيري ماشي كويس، كان لازم مؤمن خيري يخش، هيخش. انا بقول لكم مؤمن خيري هيجي عليه الدور يخش. ولكن انا بتكلم في التجميعه دي ايه، يعني لما يبقى 20 طب ما تخليهم 25 وتجيب اللعيبه دي تاخد خبره، خاصه ان انت احنا بنقول من منطلق حسنا على المنتخب وان شاء الله يستطيع التأهل. طب منتخبنا داخل الويندو ايه في المركز الثاني بعد جنوب السودان؟ جنوب السودان ضمن التأهل لكأس العالم، منتخب حدوته. جنوب السودان عاملين منتخب بيحكي عنه العالم كله مش بس افريقيا. احنا في المركز الثاني ثالث ورانا السنغال، حتى لو تساوينا مع السنغال احنا لا نتأهل. طيب ليه؟ لان احنا كاسبين السنغال مباراتنا هنا فرق حاجه 20 بونت، واحنا خسرين من السنغال هناك فرق باسكت، فرق السكور ما بيننا المواجهات المباشره لصالحنا. ولا قدر الله يا سيدي وده صعب جدا، انت هتكسب مبدئيا ماتش الكاميرون ان شاء الله هتكسبه وتكسبه، لان الكاميرون جايه يعني رفع الرايه البيضاء لان هي خلاص ما لهاش امل في التاهل، وتونس نفس الكلام ما لهاش امل في التاهل. انت هتلاعب الكاميرون وتونس وهتلاعب جنوب السودان، والسنغال هتلعب ثلاث ماتشات نفسك زيها لان السنغال جايه من المجموعه بتاعتك في التصفيات. فانا اتصور حتى لا قدر الله وده مش هيحصل ان شاء الله، انت خدت ثالث هتخش احسن توالد ودي مش هتحصل. ونفكر في الخطوه اللي بعد كده، لازم نطلع كاس العالم مش عشان نطلع اداء مشرف، نطلع كاس العالم نكسب لنا ماتش في المجموعه ننشن على فرقه ونروح نكسبها. لو ما عملناش كده يبقى محتاجين شغل اكتر، وهنتكلم على الموضوع ده باستفاضه في وقت تاني. هنروح لكره الطائره رجال، بنلعب دلوقتي كاس مصر، ولكن كاس مصر بيتلعب بنظام البلاي اوف بيست اوف 3، ودي حاجه انا الحقيقه ما شفتهاش في اي حته في العالم. عايز تجود جود بس ما تضربش منك قوي. اتحاد الطايره عامل شغل كويس وعامل دوري كويس وبيحاول يغير وبيقلب الميه الراكده، مع احتفاظنا انه في سلبيات كتير في اللوائح والحاجات اللي بتتعمل واحنا اتكلمنا عنها وعندنا تحفظ، ولكن لما بيبقى في حاجه كويسه بنقول ان في حاجه. جدول المسابقات بيغيروا الميه الراكده تمام، تعظيم سلام. جدول او الدوري بقاله كام سنه ما اتغيرش، انتوا بتغيروا بس ما فيش بلاي اوف في الكاس. عمري ما شفت كاس بيتلعب بيست اوف 3 في دور الثمانيه، ما بيحصلش في حته. الكاس هو كاس مباراه نوك اوت، خدت بالك؟ فهم عاملين الكاس بالشكل ده. فانا اتمنى ان الكاس يبقى كاس مباراه ونوك اوت زي اي حته في العالم. طيب هنتكلم عن خبرنا اللي معانا، الاهلي يواجه الاتحاد الاسكندري بربع نهائي دوري رجال الكره الطائره. الاتحاد الاسكندري عامل فرقه كويس، قرعه دور الثمانيه من بطوله الدوري بعد
ما اتعملت. وخلينا نشرح لحضراتكم الدوري القرعه ازاي، يعني ايه قرعه في الدوري يا كابتن؟ طب ما الدوري ما فيهوش قرعه. لا، الثمانيه اللي اتاهلوا خدوا الاول والثاني والثالث والرابع مستوى اول، وخدوا الخامس والسادس والسابع والثامن مستوى ثاني، وعملوا قرعه، طلع مستوى اول وطلع مستوى ثاني. وبرده عندي كومنت على ده، ما يبقاش انا طول الموسم بلعب عشان اخد اول ومفروض العب الثامن عشان في دور الثمانيه يبقى ماتش سهل شويه، الاقي نفسي خبطت في الخامس. طب انا كنت بلعب ليه عشان؟ طب ما كنت خدت رابع بقى وقعدت لعبت. يا جماعه ما ينفعش اطلع اجيب اشد الفيشه، ما ينفعش. انا طالع بنقاطي، ما ينفعش لا يستوي الذين يعملون انا تعبت واجتهدت وخدت اول التصفيات وكسب الزمالك ثلاث مباريات، اجي بقى الدور ده تروح انت شدد الفيشه وتقول لي لا ابتدي من الصفر. طب ازاي يا جماعه؟ اللي طالع يطلع بنقطه، انا لاعب الاول، الرابع يلعب الخامس، الثاني لا زي ما السله بتعمل، وده الحق حق. انا خدت اول يبقى لازم ارتاح في دور الثمانيه. طب دور الثمانيه هتلعب بنظام البيست اوف زي ما قلت لحضراتكم، ثلاث اللي هو نظام الدوري، الدوري كمان هتلعب بالبلاي اوف، هيبقى في الاتحاد هنلعبه ثلاث مباريات، هتكسب اثنين تتاهل تمام. وطبعا فرقتنا قفلت الفوز على الزمالك، خلاص قفلت الصفحه دي ما بنفكرش فيها، احنا بنبص على البطولات وبيركزوا في بطوله كاس السوبر اللي هتدي يوم الاربعاء اللي جاي، بطوله مهمه جدا كاس السوبر، بطوله مهمه هتتلعب برده بنظام دوره مجمعه، وهنقول لحضراتكم نظامها ايه، ولكن كاس السوبر مهم. السيدات خدوا اللقب، الرجال لازم يشدوا حلهم عشان ناخد، هيبقى ده اول ان شاء الله يا رب يا رب يبقى اول لقب دخل، لان احنا بعديها عندنا بطوله عربيه. والمجموعه جت ولا لحضراتكم بعد ما نطلع للتقرير اللي احنا عملناه، لان كاميرا الابطال كانت موجوده في المباراه اللي فاتت، مباراه الزمالك اللي تعبت في استاد القاهره كانت موجوده، وسجلنا مع اللاعبين والجهاز الفني. هتفرج على اللقاءات دي مع حضراتكم وارجع لكم تاني. طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، دي بدايه من اجيال قديمه في النادي الاهلي تعودوا على المكسب وعودوا جميع النادي الاهلي للكره الطايره، لعبه يعني الحمد لله رب العالمين بنحافظ على البطولات كلها اللي بنخش نشارك فيها، بدنا نفرح جماهيرنا لما يكون اي اخفاق موجود، يعني الحمد لله رب العالمين بنرجع تاني نصالح بيه جماهيرنا ان شاء الله رب العالمين، نقدر نصالح الجماهير زي ما نصحنا لهم السنه اللي فاتت بطوله افريقيه، نقدر نرجع الدوري والكاس ان شاء الله رب العالمين. وزي ما انت شفت الحمد لله اداء متميز، اللعيبه الحمد لله رب العالمين في تعاون، في روح جديه، في حسم، الحمد لله رب العالمين قدرنا نحسم لقاء القمه الحمد لله. اكيد طبعا زي ما انت شايف يعني كلنا بنتابع الالعاب الجماعيه، احنا بنتابع الباسكت والهاند بول، كلنا اصحاب وكلنا اخوات، دي الروح بتاعت النادي الاهلي، دي روح اللعيبه، دي روح التربيه اللي احنا اتربينا في النادي الاهلي، اللي احنا نتابع بعض، اللي احنا كلنا مستنيين نكسب بعض ونحمس بعض. ان شاء الله ربنا يكرم، تبقى سنه سعيده على النادي الاهلي في كره القدم والباسكت والبول ان شاء الله والهاند بول وجميع الالعاب باذن الله. طبعا خلاص احنا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا الحمد لله في البلاي اوف اللي احنا نقدر ننهي اول فرقه، اكيد خلاص المرحله دي انتهت الحمد لله رب العالمين، هنخلص خلاص بكره ان شاء الله اجازه، يوم السبت عندنا تحضير مهم خلاص السوبر ان شاء الله، نبتدي اول ماتش ان شاء الله نهايه الاسبوع الجاي، اكيد بقى السوبر خلاص يعني ما فيهوش اي يعني رعونه لازم تحصل، لا كاس وبطوله جايه، الادوار اللي فاتت دي خلاص ادوار تمهيديه، يعني الفرقه كانت بتخسر يقول لك ما فيش مشكله نقدر نعوض تاني، اما المرحله الجايه مرحله حسم ان شاء الله ربنا يكرم، السوبر يبقى دافع علينا قويه، عندنا بطوله افريقيه ان شاء الله رب العالمين اخر الشهر باذن الله نبقى كسبين السوبر نخش بيها، بطوله بتجيب بطوله ان شاء الله، بعدين نخش على الدوري وبعد كده نخش على الكاس وافريقيا ان شاء الله ربنا يكرم، بس يعني نفرح جماهيرنا ان شاء الله، واول بطوله ان شاء الله تبقى السوبر، يبقى بدايه خير علينا باذن الله. اول حاجه ببارك للفريق الرجاله ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، طبعا مباراه النهارده مباراه ديربي اهلي وزمالك، اي نعم الماتش مش يعني تحصيل حاصل زي ما بيقولوا، بس معروف عن النادي الاهلي يعني ماتش زمالك ده ماتش بطوله لازم نكسبه، ما عندناش هزار فيه، والحمد لله بيدينا حافز قوي للبطولات اللي بعد كده، والحمد لله النهارده يعني رغم الاصابات اللي عندنا عبد الله عبد السلام كان مصاب، الحمد لله حسام ادى بشكل كويس يعني ما حسيناش بفرق، فالحمد لله يعني اللي جاي هيبقى افضل للنادي الاهلي ان شاء الله، ونرجع لقب الدوري والكاس وكل الالقاب للنادي الاهلي زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي الحمد لله. لا هو النظام ده بقاله من السنه اللي فاتت اتغير، بس السنه اللي فاتت كله كان بيفوت ماتشات لبعضه عشان يبعد عن النادي الاهلي عشان ما يطلعوش من بره من اول ماتشات، فالسنه دي عملوا حاجه تانية مختلفه ان بيعملوا قرعه للاربع اوائل ومن الخامس للثامن لوحديهم، فبياخدوا اول من هنا وواحد من هنا فيقابلوا بعض، مش فارقه مين هيلعب مين،
بس الحمد لله يعني الماتشات بقت كتيره جدا وارهاق على اللعيبه كتيره جدا. احنا لسه مخلصين اهو النهارده، عندنا السوبر يوم الاربع اول ماتش، داخلين معسكر يوم الثلاثاء، عندنا اجازه بكره، بس عندنا اصابات كتير، بس ان شاء الله نقدر يعني نعدي المراحل دي وان شاء الله ونركز للسوبر اللي جاي، عشان دي بطوله مهمه، هتبقى اول بطوله لنا في الموسم، عشان ان شاء الله ناخدها ان شاء الله، ونركز في البطوله العربيه ناخدها ان شاء الله. يعني احنا عندنا بطولتين في الشهر ده، فان شاء الله ربنا يكرمنا بيهم ان شاء الله يا رب. الحمد لله احنا قدرنا النهارده نكسب الماتش، دي نقطه قوه لينا، عشان لسه عندنا ان شاء الله هنلعبهم في السوبر، ولسه في نهائي الدوري، ولسه في الكاس، فان شاء الله يعني ده ماتش دي نقطه قوه وحافز للماتشات الجايه ان شاء الله، ربنا يكرم فيها باذن الله وكل افضليه لينا. يعني طبعا الحمد لله احنا ماشيين ماتش بماتش، وماتش طبعا الزمالك بيبقى مختلف، ماتش ديربي بنعمله طبعا، بنحضر له، بيكون ليه اهتمام خاص، بس الحمد لله رب العالمين يعني بيكون الافضليه لينا الحمد لله في الاخر، زي ما يعني معودنا النادي الاهلي الحمد لله، ده حافز لينا كويس جدا، ورب دايما نكون عند حسن ظنهم يعني ان شاء الله، ان شاء الله نكون قد المسؤوليه، واحنا لسه عندنا سوبر ودوري وكاس وافريقيا وعربيه، فربنا يكرم ان شاء الله الموسم طويل يعني، وان شاء الله نقدر نفرح الجمهور ونكون يعني عند حسن ظن النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره وكابتن بيبو. ويمكن زي ما قلت لحضراتكم يعني قبل الفاصل ان قرعه البطوله العربيه تم الاعلان عنها قبل الحلقه على طول. طيب احنا البطوله العربيه للكره الطائره الرجال اللي هتتلعب بعد دوري او بطوله السوبر، بالمناسبه احنا بنحب نقول لعبد الله عبد السلام كابتن الفريق والاسطوره الف مليون سلامه، هو عنده سبين انكل وبيعكف دكتور الفخراني واخصائي العلاج الطبيعي كابتن سامح ظلام بيعكفوا ان هم يجهزوا عبد الله عبد السلام عشان يلحق بطوله السوبر، يا رب يلحق ان شاء الله. وكمان عايزين نشيد بحسام يوسف الحقيقه اللي سد طبعا عدم وجود عبد الله عبد السلام في مباراه الزمالك اللي فاتت، وكان راجل وادى المباراه، لعب ثلاث اشواط كاملين، يمكن اللعيب الوحيد اللي ما خرجش الملعب، ودي روح النادي الاهلي. بالرغم ان انا عايز اشيد بحاجه بسرعه، معلش انا 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 بتكلم في حاجات يعني انا يعني شايفها حاجات مهمه جدا. لما عبد الله عبد السلام احترف فتره كان الاساسي في هذا الوقت هو حسام يوسف، ولما رجع عبد الله عبد السلام لمكانه وبقى هو الاساسي عمر ما حسام يوسف اشتكى ولا زعل، بالعكس ده هو كان في ظهر عبد الله عبد السلام. النهارده لما عبد الله عبد السلام اتصاب كان عبد الله عبد السلام اول واحد في ظهره حسام يوسف. انا عايز اوريكم العلاقه ما بين اثنين صناع العاب في النادي الاهلي واثنين تحملوا عبء صناعه الالعاب في الكره الطائره على اخر 10 15 سنه، شوفوا الروح ما بينهم عامله ازاي. فلازم في النهايه حسام مش هيأدي الاداء ده غير لما يكون عبد الله عبد السلام في المدرجات قلبه معاه. هو ده النادي الاهلي وهو ده العدل جوه النادي الاهلي. طيب عايز اقول لكم مجموعتنا في البطوله العربيه، مجموعتنا النصر البحريني وكازما الكويتي والميناء اليمني والاهلي المصري، دي مجموعتنا المجموعه الرابعه في البطوله القادمه، البطوله العربيه للكره الطائره الرجال. وبالمناسبه دي بطوله افريقيه مصغره. هتقول ازاي؟ لان اللي بينافسك في بطولات افريقيا هي دول شمال المغرب، شمال افريقيا، وهم موجودين في البطوله دي. زائد حط عليهم فرق البحرين باستثناء تونس. وانت عندك البطوله طبعا، وعندك حط دول بقى طبعا فرق البحرين، فرق الكويت في تقدم، فاذا بطوله حلوه، بطوله كويسه، والنادي الاهلي بيشارك فيها وهتكون في مصر ان شاء الله، وهتتلعب في بين 23 فبراير في الوقت ده، يعني بعد السوبر على طول هتبتدي، واكيد هنتابع اخبارها ونقول لحضراتكم اول باول ايه اللي هيكون يعني او يكون اخبارها ايه او نتائجنا هتكون فيها ان شاء الله. طيب هنروح للكره الطائره سيدات. خلاص في الدوري اتلعب، الترتيب اللي في الاول خدوا 8 فرق. اتحاد الكره الطائره خد الثمانيه الكبار، هيعمل ما بينهم دوري. النادي الاهلي هيستهل مشواره بلقاء مع نادي الشمس باذن الرحمن. لجنه المسابقات باتحاد الكره الطائره اعلنت جدول ماتشات الفريق الاول لكره الطائره سيدات، وبقياده طبعا مديره الفني الكابتن حمدي الصافي. الاهلي هيبدا مشواره بمواجهه نادي الشمس اللي هتكون يوم 16 فبراير اللي احنا فيه باذن الله. الفتره دي من هنا لهناك عندنا راحه، واول ماتش هيبقى 16 فبراير، وهتكون منافسات قويه زي ما قلت لحضراتكم، لان خلاص دول الثمانيه الكبار ما عندكش ماتش سهل. فرقتنا طبعا بفكر حضراتكم هي حصدت اول لقب هذا الموسم بالفوز على نادي الصيد في المباراه النهائيه في بطوله السوبر اللي هيلعبها الرجال كمان اسبوع او 10 ايام بامر الله. السيدات لعبوها قبل الرجال وفزنا بيها، ودي كانت اول بطوله يحصدناها او يحصدنا السيدات هذا اللقب. وان شاء الله الثمان فرق دول مع بعض، وبعد كده هيخش على الدور اللي بعد كده. الدوري برضو في الكره الطائره سيدات بقى قوي، عندك النهارده سبورتنج فريق قوي، عندك الصيد، عندك الزمالك.
فاذا الدوري السنه دي مش سهل، وايضا كاس مش سهل بالمره. فنتمنى التوفيق، لان بدات الكره الرياضه النسائيه سواء في اليد سيدات او كره الطائره سيدات بدات طبعا تبقى فيها منافسه شرسه، ولكن طبعا فتيات الذهب في كره الطائره يعني عندهم من الامكانيات والقدره ان هم ان شاء الله يحسموا الالقاب القادمه بقياده فنيه كفء زي الكابتن حمدي الصافي اسطورتنا الكبيره. كده الحقيقه نكون خلصنا اخبارنا جوه النادي الاهلي، هنروح للاخبار المحليه ونبتدي بالسلاح اللي دايما السلاح بيكون معانا في الاخبار المفرحه والمبهجه بشكل كبير. اعلن طبعا كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد ان مصر هتستضيف كاس العالم لسلاح الشيش. مصر هتستضيف كاس العالم لسلاح الشيش طبعا في العاصمه الاداريه في نادي النادي اللي موجود في العاصمه الاداريه، لان السلاح هناك عندهم صاله مجهزه بكل الامكانيات وبكل الاجهزه المعده لذلك. طيب ايه هتبقى عباره عن ايه؟ فردي وفرق. كام دوله هتشارك؟ حوالي 40 دوله هيشاركوا فيها في كاس العالم، واكثر من 500 فرد. التسجيل في البطوله مفتوح حتى 17 فبراير، وهتبقى من 23 ل 26 فبراير اللي احنا فيه باذن الله. واكد الحسين رئيس الاتحاد ان قرار اقامه البطوله في العاصمه الاداريه بيعود لكذا سبب، ده طبعا على لسان رئيس الاتحاد، ومنهم ابراز العاصمه الاداريه ومنشاتها والبنيه التحتيه اللي فيها والصالات اللي موجوده على اعلى مستوى. وكمان قال ان اتحاد السلاح بقى عنده هناك صاله مخصصه زي ما قلت لحضراتكم بالكامل بكل ادواتها، ولعبوا عليها كذا بطوله في الفتره اللي فاتت، وقال ان مصر بقى عندها رصيد وثقه كبيره في الفتره اللي فاتت، وده بسبب تنظيمنا بطولات كثيره واحداث كبيره زي بطوله العالم للكبار 22، ومن قبلها بطوله العالم للناشئين، وبطوله كاس العالم والجائزه الكبرى في السنين اللي فاتت. اتحاد السلاح زي ما قلت حاجه يعني جميله جدا جدا. وعلى فكره كابتن عبد المنعم الحسيني دايما بيبرز النجاحات اللي بيعملها واللي بيقوم بيها هذا الاتحاد ومجلس ادارته. وعلى فكره مش دايما يعني زي ما بيقولوا مش دايما يعني النتائج بتكون اول عالم، لا ممكن يكون بياخد رابع عالم ثالث عالم. وهو بيقول الراجل ان احنا محتاجين تركيز الفتره الجايه، محتاجين يعني مش دايما بيجي يعني بيمدح في نفسه او حاجه، لا يعني النهارده هو منزل خبر على نتائج الناشئين والراجل بيقول يعني محتاجين تركيز الفتره اللي جايه. يعني انا بس مش لاقي البوست اجيبه لحضراتكم، ولكن يعني حتى هو بيحاسب نفسه رئيس الاتحاد قبل ما حد يحاسبه، وده اللي احنا عايزينه والله يا جماعه. لو قدرنا نستنسخ هذه او التجارب دي للاتحاد الناجحه اللي بتحط مصر اول تاني تالت في كل الاتحادات، بامانه هيبقى الرياضه ليها شان تاني. لازم نشوف اللي بيعملوا الاتحادات الناجحه، كره اليد، السلاح، الرمايه، انا مش عايز انسى الخماسي، مش عايز انسى. لازم نستنسخ التجارب دي ونشوف الاتحادات اللي عندها ازمه وتعثر ونخش نصلح. ما اعرفش بقى تتعمل ازاي، يعني مش لازم، ما هو مش كل حاجه تدخل حكومي. ما انا كدوله لازم اطلع بالرياضه، فلازم اشوف، لازم نقعد ونشوف يا جماعه الاتحادات اللي بتخفق دي بتخفق ليه؟ لازم نقعد معاها ونشوف هل في مشكله في الاعداد، هل في مشكله في التمويل. انما الدنيا تتساب كده لا، يبقى الاتحاد اللي يبدع نقف جنبه، والاتحاد اللي عنده مشكله نشوف مشكلته فين ونحاول نحلها. نروح لخبر اخر، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا ان الدوله المصريه بتدي اهتمام كبير جدا لذوي الهمم واصحاب الاعاقه الحقيقه من الرياضيين. الاولمبيات الخاصه او الاولمبيات الخاص المصري بيستعد او بيعلن تشكيل بعثته المشاركه بالالعاب العالميه برلين 2023. عارفين طبعا برلين او المانيا من الدول اللي بتدي اهتمام كبير قوي لاصحاب الهمم. معسكر الاولمبيات الخاص المصري اتعمل من ايام في احد فنادق منطقه زهراء مدينه نصر، وشارك فيه اللعيبه والاجهزه الفنيه والمسؤولين اللي هيشاركوا في الالعاب العالميه الصيفيه في الاولمبيات الخاص، واللي هتتلعب في برلين في المانيا من فتره من 12 ولحد 26 يونيو اللي جاي. مصر هتشارك في البعثه دي ب 109 فرد، عباره عن 69 لاعب ولاعبه و37 مدرب ومدربه ورئيس ونائب رئيس الوفد ودكتور عشان يمثلوا مصر في 15 رياضه. الرياضات دي كره القدم وكره السله وتنس الطاوله والتنس الارضي والريشه الطائره والجمباز والجودو والفروسيه ورفع الاثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحه والعاب القوه والهوكي الارضي. الالعاب دي هيشارك فيها عدد ضخم ومهول 7000 لاعب ولاعبه و2500 مدرب ومدربه من اكثر من 170 دوله. حدث كبير جدا، والدوله المصريه الحقيقه بتولي اهتمام كبير، ونتمنى التوفيق طبعا لاصحاب الهمم واصحاب الاعاقه الحقيقه اللي بنديهم نفس الدعم اللي بنديه للاصحاء، لان هم يمكن بيتحدوا امور كتيره جدا جدا، وهم يعني لقب اصحاب الهمم ما جاش من فراغ، لانه يعني الاعاقه اللي بيتعرضوا لها او الموضوع ده ما بيعقهمش، بالعكس ده هم بيتغلبوا عليه وبيطلعوا يمثلوا بلدهم وبيحققوا ميداليات وسط الاف من اللاعبين. وايضا زي ما قلنا النهارده 7000 لاعب ولاعيبه بيشاركوا، لا النهارده احنا بنتكلم في عدد كبير
من الدول مشارك، فانت بتمثل مصر، فدي حاجه كويسه جدا. انت تجعل هؤلاء اللاعبين ينخرطوا جوه المجتمع الرياضي ويبقى لهم اهداف وطموحات. طيب هنروح لحدث مهم بيجري على ارض مصر هذه الايام، وهي البطوله العربيه لاختراق الضاحيه. مصر بتحصد 5 ميداليات في هذه البطوله، او البطوله العربيه لاختراق الضاحيه، اللي بتتعمل على استاد القاهره. مصر حققت 5 ميداليات في منافسات الفرق في البطوله العربيه رقم 25 لاختراق الضاحيه، واللي اتلعبت النهارده على مضمار استاد القاهره الدولي، وجم 2 فضة و3 برونز. فهنلاقي ان منتخب مصر للشابات تحت 20 سنه حقق فضيه مفضيه منافسات 6 كيلو جرام بعد منافسه قويه مع منتخب المغرب واللي جه في المركز الاول، والميداليه الفضيه الثانيه كانت من نصيب فريق الشباب تحت 20 سنه برضه بس في سباق 8 كيلو جرام. اما الميداليات البرونزيه فحققها منتخب الناشئات تحت 18 سنه في سباق 4 كيلو متر، وكمان منتخب الناشئين تحت 18 سنه في سباق 6 كيلو متر. اما منتخب السيدات حقق برونزيه سباق 8 كيلو متر. حفل افتتاح البطوله كان النهارده الصبح، وحضر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى، والدكتور حبيب ريعان رئيس الاتحاد العربي لالعاب القوى. البطوله بيشارك فيها 13 دوله هم السعوديه وعمان والبحرين والامارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قاره اسيا، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قاره افريقيا، ومعاهم مصر طبعا. واللي بنتمنى للاشقاء العرب كل التوفيق، واهلا بيهم على ارض مصر الحبيبه، ونتمنى طبعا التوفيق اكيد لمنتخبنا بحصد المزيد من البطولات. هنروح لحدث ثاني مهم وهو الاسكواش. الاسكواش زي ما حضراتكم عارفين من الالعاب اللي احنا فيها، يعني دايما بقول احنا برازيل العالم في الاسكواش، دايما بنخرج عظماء مثلوا مصر ومثلوا يعني نفسهم في كبرى المحافل، ودايما مصر ولاده بلاعبين الاسكواش. اتحاد الاسكواش الحقيقه اكبر بطوله بينظمها اثناء الموسم هي بطوله المنطقه، بطوله منطقه القاهره. أكبر بطولتين القاهرة والإسكندرية، ولكن بالطبع عشان القاهرة هي العاصمة وبتضم أكبر عدد من اللاعبين واللاعبات، فهي أكبر بطولة بينظمها الاتحاد أو بتنظمها منطقة القاهرة بالنيابة عن الاتحاد المصري. بيشارك في البطولة دي عدد كبير جدا من اللاعبين، وهم 1420 لاعب ولاعبة بيمثلوا 31 نادي وهيئة رياضية في مراحل عمرية مختلفة، عدد ضخم كبير جدا. ونادي الزهور بيستضيف هذه البطولة، وأيضا في بعض الملاعب اللي تم طبعا إضافتها للبطولة في استاد القاهرة. والأندية المشاركة فيها انا هقولها لكم على سبيل يعني الذكر وليس الحصر. طبعا المعادي والاهلي والجزيره والصيد والهليوبلس والشمس وادي دجله الرواد قناه السويس سموحه سبورتنج طنطا بلديه المحله مجمع 3 المنصوره 6 اكتوبر قارون المنيا الاتحاد الزقازيق بلاك بول نيو جيزه. سامعين الانديه قد ايه؟ جمهوريه شبين البرولوسي كلينج شوت سبورت بورسعيد لشباب الجيزه الجزيره تي ام سبورت ميم مجلس القومي جميرة بالاضافه الى الزهور. كل الفرقه دي مشاركه في بطوله القاهره، وزي ما قلت لحضراتكم بيستضيفها نادي الزهور، وكمان في ملاعب في الاستاد بتستضيف بعض المباريات. والحقيقه منطقه القاهره بقياده المهندس اشرف الخولي الحقيقه عاملين شغل جيد، وبيحاولوا ينظموا البطوله بشكل جيد. والمزيد من التفاصيل عن البطوله بيكون معانا عبر الهاتف المهندس اشرف الخولي رئيس منطقه القاهره للسكواش. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا هيثم باشا، ازي حضرتك؟ وتحياتي لحضرتك ووسط البرنامج والساده المشاهدين. باشمهندس اشرف، يمكن البطوله عندك عدد كبير جدا مشارك في هذه البطوله، كلمني عن الجديد، ايه الجديد اللي اتعمل البطوله دي، وازاي انتوا بتحاولوا تساعدوا الانديه واللاعبين في ان البطوله تخرج بافضل صوره يعني؟ طيب انا زي ما حضرتك تفضلت وقلت البطوله دي تقريبا بتبقى اكبر بطوله في الموسم بعد بطوله الجمهوريه. احنا السنه دي تقريبا 1420 لاعب، ده اكبر عدد شارك في بطوله منطقه القاهره في السنين، يعتبر بالنسبه لنا ده رقم تاريخي في عدد اللعيبه المشاركين من 31 هيئه في مراحل سنيه مختلفه 11 سنه 13 15 17 19 عموم رجال وسيدات ورواد فوق 35 و45. نعم. احنا راعينا عده نقط لما جينا ننظم البطوله. احنا منظمين البطوله في نادي الزهور الرياضي فرع مدينه نصر، وبالاستعانه بالملاعب اللي موجوده في استاد القاهره اللي مجاور للنادي ومتصرف. عندنا بعض النقاط جديده السنه دي الحمد لله، اول مره تتعمل لسه من حاجات جديده، اول مره تتعمل في تاريخ بطوله منطقه القاهره. اولا احنا اضفنا الملعب الزجاجي او كلاسكور اللي موجود في استاد القاهره، ده ما كانش يعمل سابقا، تم تجديد ارضيته بالكامل بالتعاون مع الاتحاد المصري للسكواش، وبذل معانا فيها مجهود جامد جدا الاتحاد المصري الاستاذ عاصم خليفه والمهندس امن طرابلسي. جددنا الارضيات بتاعه الملعب بالكامل وتغيير سقف الملعب، ما
ملاعب نادي الزهور بالكامل تم فرش الارضيات ودهان الحوائط بتاعتها عشان تعود لرونقها وانها في صوره تصلح على اكمل وجه للاعبين. ان حضرتك عارف اللي فاهمين في السكواش كويس، الارضيات لو لا تصلح للعب او مش مخصوصه بقى لها فتره ممكن تعرض اللاعب للانزلاق او التزحلق اثناء اللعب، فده ممكن يعرضه للاصابه بعد الصاد او الخطر. برضه حرصا على صحه اللاعبين احنا مستعينين بعربيتين اسعاف بطاقم طبي كامل لكل عربيه اسعاف، واحده فيهم في نادي الزهور بتبدا من قبل بدايه البطوله بساعه وتنتهي مع نهايه اخر مباراه في البطوله، زيها بالظبط سياره ثانيه موجوده صارت اسعاف بطاقم طبي كامل موجوده في مجمع الاسكواش في استاد القاهره، بالاضافه للاستعانه بطاقم طبي كامل ده ثالث واحد دكاتره اصابات ملاعب دكاتره عصام تخصص اصابات ملاعب مع المسؤولين عن المنتخب المصري، اثنين دكاتره هنا واثنين دكاتره هنا يقوموا بدور ثاني غير اصابه الملاعب او لا قدر الله تعرض اللاعبين للاصابات بالاحماء مع اللاعبين او يساعدوهم في الاستشفاء لا قدر الله لو حصل حاله اصابه. اللي عندنا عدد اللاعبين المشاركين هيتم تكوين 8 لاعبين في كل مرحله اولاد وبنات، وده برضو سابقا كان بيكرموا الاربعه الاوائل بس، احنا هنكرم الثمانيه الاوائل بكؤوس وتيشيرتات البطوله. البطوله عندنا ان شاء الله هيتم حفل الختام بتاعها يوم السبت القادم 11 فبراير في المبنى الاجتماعي الرئيسي في نادي الزهور مدينه نصر بصوره احتفال وليس مجرد تسليم كؤوس، وحرصا ان الاجيال الجديده تعرف وتتعرف على الاساطير واللعيبه القدامى في السكواش، فهيتم ان شاء الله تكريم بعض الرموز والاساطير. طبعا لو كرمنا كل الاساطير والرموز مش النادي الزهور كله مش هيكفي، فاحنا في بعض الرموز هنكرمهم السنه دي لاول مره، في ان شاء الله احداث جديده جدا هتحصل اثناء التكريم لتحفيز الولاد اللي كسبوا والولاد اللي ما كانش ليهم نصيب السنه دي معانا في انهم يحققوا فيها مراكز. نعم. طب باشمهندس يمكن يعني طبعا اكيد ده جهد مشكور. طيب طمنا على سير المباريات، وهل في يعني وسيله للتنقل لو لاعب عنده مباراه في الزهور وبعد كده عنده مباراه ثانيه في الاستاد، هل في وسيله للتنقل انت وفرتها كمنطقه للتنقل ما بين الاستاد والزهور؟ طيب اشكر حضرتك جدا على السؤال دوت. احنا فعلا موفرين باص بيتحرك كل نص ساعه من عند باب 5 او باب 6 في نادي الزهور ذهابا وعوده لملاعب استاد القاهره، مش بس بتنقل لعيبه اولياء امور مدربين اداريين مشرفين، كل ده الباص متاح ليهم. وطبعا الاستفاده من خدمات النادي كنادي الزهور لو في حد من اخواتنا اللي بيلعبوا في استاد القاهره محتاجين خدمات يداروا ذهاب وعوده يروحوا. وهنا انا احب اشكر كمان نادي الزهور بصراحه برئاسه المستشار محمد دمرداش اللي يعني مسخرين كل الجهد لنجاح البطوله معانا، بدايه من المستشار محمد دمرداش لحد كل رجال الامن والمسؤولين عن نظافه الملاعب والصيانه والنشاط الرياضي، مجهود مبذول. احنا تقريبا الملاعب الماتشات لو في ايام بتبدا في ايام بنبدا واحده الظهر او ثلاثه العصر، احنا تقريبا بنبقى على غبه الساعات من 9 صباحا كلنا موجودين في النادي، وتقريبا بنمشي ما بين النادي والاستاد وتقريبا بنمشي 11 ونص يوميا مع نهايه اخر مباراه وبعدها كمان بفتره عشان نطمن ان الملاعب جاهزه ثاني يوم لاستقبال لاعبين. اكيد باشمهندس اشرف يعني جهد مشكور، ونتمنى ان شاء الله انها تخرج بشكل جيد هذه البطوله، خاصه ان هي بتبقى يعني في منتصف الموسم، يمكن لسه عندنا شهرين ثلاثه على نهايه الموسم وبتبرز عدد كبير من اللاعبين. جهد مشكور وبنشكر حضراتكم عليه، ونتمنى التوفيق ونجاح البطوله، ونتمنى اكيد فوز لعيبه النادي الاهلي في هذه البطوله. مهندس اشرف الخولي رئيس منطقه القاهره للسكواش بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف، والحقيقه دايما احنا متابعين نجومنا ومتابعين لاعبتنا في كل مكان، ونتمنى طبعا لعيبه النادي الاهلي اللي بتشارك النهارده في بطوله القاهره، لان الحقيقه بطوله القاهره من البطولات اللي عليها نقاط كثيره وبتفرق في الرانك وبتبقى مهمه جدا، وده يفسر لكم ليه عدد كبير من اللاعبين بيشاركوا في منطقه القاهره او منطقه اسكندريه او بطوله الجمهوريه، لان التلات بطولات دول هم اكتر البطولات اللي عليها نقاط وبتاهل اللاعبين يشاركوا مع منتخب مصر بعد حصول اكتر لاعب او الرانك وبيزيد بيبقى مؤهل للمشاركه مع منتخب مصر. خلاص احنا كده خلصنا اخبارنا النهارده، هنروح اعزائي المشاهدين لفاصل، عشان نروح بعد الفاصل نستقبل نجومنا في الكاراتيه. هفكركم تاني اللي ما شافش بدايه الحلقه هيكون معانا محمد رمضان نجم منتخب مصر والنادي الاهلي في الكاراتيه، واللي حصد السنه دي على كاس الفائز الاكبر من الاتحاد الدولي للكاراتيه اللي بيدل على احسن لاعب اداء طوال الموسم في الكاراتيه في وزنه ولعبته، وهيكون معانا كريم ابو عيطه صاحب برونزيه الدوري العالمي اللي اتلعبت في القاهره نهايه شهر يناير اللي فات، هنتكلم معاهم ونشوف حققوا ازاي نجاحاتهم دي وطموحاتهم حتى الفتره القادمه، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم في البدايه بنرحب بضيوفنا نجوم الكاراتيه، نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي اللي مشرفيني في الاستوديو. برحب بالكابتن كريم ابو عيطه، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن، نورنا والف مليون مبروك على الدوري العالمي. ربنا يكرمك يا كابتن حبيبي. وبنرحب بنجمنا الكبير ايضا، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي محمد رمضان، واللي فاز النهارده بالجائزه الكبيره اللي معايا دي، وهو الفائز الاكبر في الموسم كله من الاتحاد الدولي للكاراتيه. اهلا بيك يا محمد. نورنا يا كابتن، ودايما كده موفق، وان شاء الله حاصد مزيد من البطولات واللقاءات. كابتن وانا سعيد ان انا مع حضرتك النهارده. تشرفنا يا حبيبي. اجي لك يا كريم، يمكن البرونزيه اكيد تعني لك الكثير، كلمني عن حصولك عليها ومشوارك في البطوله كان ازاي، لعبت مين، يعني كلم الناس واشرح لهم على الانجاز الكبير ببرونزيه الكوميتيه 60 كيلو جرام. يعني الحمد لله كابتن، هي ميداليه البريمير ليج عموما، يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده في اللقاء اللي كنا مع بعض فيه قبل كده، ان هي يعني بتبقى شبيهه لبطوله العالم ويمكن كمان اصعب، لان بيبقى منافسين كتير ومن جميع البلاد، فالموضوع كان بيبقى صعب. وبعدين انا الفكره كلها ان انا لسه برضو زي ما قلت لحضرتك انا راجع، فستيب باي ستيب كده، فبنشوف الدنيا. فالحمد لله تحدى نفسك كمان، مش بتتحدى نفسك، يعني تحدى ان انت ترجع الحمد لله. الحمد لله، فربنا كريم وربنا كرمنا، وكانت يعني برضو ماتش على الفاينل كان قريب، بس الحمد لله. لا ما تروحليش على الفاينل على طول يا كابتن. لا لا ليه، لا ما احنا ما اتخذت معنا السيمي فاينل ماشي والكلام ده، احنا عايزين نشوف الاول ابتديت ازاي، البطوله كانت كام يوم بالنسبه لك، منافساتك كانت على كام يوم، يعني بالتفصيل. هي البطوله كابتن بتبقى على 3 ايام، بتلعب اول يوم اتاهلت بتلعب على ميداليا، بيبقى في يوم في النص يعني، بس منافسين كانوا الاردن كده. كانت يوم 27 يناير، كانت يوم 27 يناير كان في منافسات، 28 ريحت، 28 ريحت، 29 نهائي بالظبط. حلو، 27 لعبت لك كم مباراه؟ لعبت 3. 3 فاكر كانوا مع مين؟ الاردن، اوكرانيا، مش فاكر الاخير. 3 فزت فيهم؟ اه الحمد لله. حلو، اتاهلت اليوم 29؟ لا اتاهلت بالليل للكوارتر فاينل. كوارتر فاينل كان امتى؟ بالليل. نفس اليوم لعبت كم مباراه؟ هو المفروض كوارتر فاينل كسبت تلعب سيمي فاينل، انا خسرت في الكوارتر فاينل. حلو تمام، خليتك بقى على 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 على, على تلعب تلعب على ثالث وخامس. طب الكوارتر فاينل كان مع مين؟ كان مع ولد يعني بطل كازاخستاني، انا كسبه في البطوله اللي قبليها وهو كسبني في البطوله دي وهكذا. طب يعني ترتيبك قريب منه؟ هو حاليا الثالث او الثاني، وانا بقيت السادس بتاعي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب هو نقول يعني الخساره في كوارتر فاينل دي كانت بفرق كبير ولا كان الماتش مش كبير؟ لا الـ فعلا كان بفرق كبير، خسرت بفرق 6 أو 7 نقط، ما كنتش فايق خالص، لكن عادي. بس عوضتها عوضتها وخدت برونز. الحمد لله الحمد لله. يعني انا مش يعني المهم ان انت ايه بتقوم تاني يعني. صحيح، برافو عليك، ده اللي عاجبني فيك. الحمد لله الحمد لله، ده اللي عاجبني فيك. طيب لعبنا يوم 29 ماتشات ولا ما لعبناش؟ لعبنا اخر يوم بقى على البرونز. برونز على البرونز. كان مع مين؟ وكان مع اذربيجاني، حد من اذربيجان يعني، والماتش خلص 6-3. ماتش كان يعني كان في مصر، كفايه ان هو كان في مصر وعلى ارضنا والجمهور موجود، وكان حاجه فعلا. صحيح. فعلا بطوله كانت تشرف يعني. صحيح. تنظيم والجمهور، انا عمري شفت جمهور مصري يعني، انا ما كنتش عارف ان اللعبه مشهوره قوي كده. خلاص اللعبه بعد الاولمبياد دي انتوا بقيتوا في حته ثانيه كلاعب الكاراتيه، والناس واولياء الامور بتاخد رياضه صغيره وتروح تلعبهم. تروح تلعبهم ويروحوا يتفرجوا يعني. انا شفت اوتوبيسات جايه من الشرقيه والمنوفيه وحتت كده، وجايين يتفرجوا على البطوله ويشوفوا الناس ويتصوروا مع اللعيبه فكانت حاجه فعلا مشرفه يعني. لا ده انا هاجي لك بقى ونشوف الموسم كله، لعبت كام دوري عالمي، كم بطوله. لا نرجع بقى ونستعيد الذكريات اللي كانت قبل الحلقه اللي فاتت. اجي لك يا محمد. تمام. مبروك الاول. الله يبارك حضرتك، ربنا. ده كاس الفائز الاكبر. تمام. قصته ايه؟ ازاي خدته في الدوري العالمي وبيدوه بناء على ايه؟ هو الدوري العالمي زي ما كريم قال هي بطوله من اكبر البطولات، يمكن هي زي بطوله العالم او اقوى، لان في بطوله العالم بتلعب ممثل واحد من البلد، لكن في البريمير ليج بتقدر تلعب منافس. صحيح. او اثنين او ثلاثه من البلد، فبتلعب المصنفين من اول 32 على العالم في التصنيف العالمي، بتتقسم مجاميع 8 مجاميع، كل مجموعه فيها 4 لعيبه، بتبتدي تصعد لغايه ما توصل للنهائي. بيبقى فيه 5 بطولات في السنه، بيبقى زي هو اسمه بريمير ليج، لان هو زي دوري بتجمع نقط من كل بطوله، وبتعمل في كل بلد، كل جوله في بلد بالظبط يعني. حضرتك على الجائزه مكتوب ال5 بلاد اللي كانوا موجودين في السنه دي، اللي هي ال 2022 هو بريمير ليج كايرو كانت معوضه
معوضه بريمير ليج ثانيه كمتممه للخمس بطولات بتوع البريمير ليج. قدرت ان انا اجيب النقط اللي هي يعني هي بياخد الجائزه الجراند وينر ان انت تبقى جايب اعلى نقط. بيبقى في شرطين، الشرط الاول ان انت جايب اعلى نقط، تاني شرط ان انت تبقى مشارك في اربع بطولات من خمسه. فانا الشرطين الحمد لله قدرت ان انا شاركت في كام واحده؟ شاركت في خمسه. ودي صورتها الجائزه اعزائي المشاهدين، حاجه جميله شياكه. وعلى فكره اسم محمد رمضان مكتوب على البليته اللي لونها او اللي هي المسطره اللي تحت دي الجولد، مكتوبه بجولد كده واسم محمد رمضان. حاجه فخمه جدا، حاجه شياكه. الكاراتيه دي لعبه، ينفع ارجع العب كاراتيه يا محمد؟ لا لا، حلوه حلوه، حاجه فخمه جدا جدا، حاجه توديك قد ايه اللعبه دي شيك يعني بصراحه. طيب انت شاركت في كام واحده منهم؟ انا شاركت في خمس بطولات. قدرت ان انا يعني اجيب بوينتس عن طريق، طبعا مش ما قدرتش اجيب ميداليات في كله، بس قدرت ان انا اجيب في الفوجيره ميداليه، في البرتغال ميداليه، في اذربيجان والمغرب قدرت العب على المركز الثالث، لكن للاسف ما وفقتش. بس وصلت سيمي فاينل، وصلت يعني وصلت ثالث ورابع ترتيب على اربع ميداليات بس، وجيت في بريمير ليج كايرو خدت الجائزه يعني. طيب انت عملت ايه في منافسات كايرو؟ عملت ايه كمنافسه؟ للاسف انا لعبت، كان معايا في المجموعه منافس اوكرانيا ومنافس الجزائر، قدرت ان انا اكسب منافس الجزائر منافس اوكرانيا. كنت كسبان 3-0 لغايه اخر 15 ثانيه. بعد كده هو ضرب نقطه ما اتحسبتش في الملعب، رفع كارت. يعني حصل لعبكه كده، فقدر ان هو يكسب في اخر ثواني بس. بس عايز اقول لك انه كتوتال بقى اداء في الموسم كله انت افضل لاعب في العالم، الحمد لله، وده انعكس على ترتيبك. طبعا وصلت كام دلوقتي؟ انا لو تفتكر حضرتك انا دايما كل مره يعني ان شاء الله مشينا حلو عليك دايما كده. يا رب يا رب. فانا من سنه لما كنت مع حضرتك كنت السابع، قدرت ان انا اوصل دلوقتي الحمد لله بقيت الثاني. ثاني الحمد لله، ثاني في التصنيف تحت ميزان 84 كيلو. بسم الله ما شاء الله. طب اللي سابقك الفروق النقاط كتيره بينك وبين هو فرق، بس فرق بطوله القاره وبطوله العالم يعني، هي فرق النقط بطولات القاره وبطوله العالم، لكن بطولات الدوري العالمي انت سابق يعني. احنا النقط تقريبا فروقات حوالي، بدليل انت خدت الكاس ده مش هو اللي خده، تمام، بدليل انت خدته يبقى انت على مستوى بسيط. لكن هو بالنسبه للبطوله النقط بطوله العالم بطوله افريقيا هي اللي بيفرقوا في. طب ايه اللي فاضل من الموسم تقدر بيه تتحسن كمان؟ هو احنا دي كانت ختاميه للموسم 2022 خلاص. لان بريمير ليج كايرو كانت معوضه، كان في بريمير ليج في موسكو طبعا بسبب الاحداث السياسيه ما اتلعبتش، اتلغت واتعملت بدلها، تعوضت عشان تبقى البريمير ليج كايرو الخامسه. نعم. البريمير ليج الخامسه المتممه للسيزون 2022. حلو. فدي جايزه لو حضرتك يعني لاحظت هنا كده، وريني هي يعني دي العلبه بتاعت يعني الجايزه مكتوب جراند وينر 2022 بس هم سلموها في 2023. الموسم بقى يبتدي. لا والجميل مكتوب عليها وورلد الكاراتيه فيدريشن. يعني بصوا دي العلبه يا جماعه بتاعت الجايزه، مكتوب عليها جراند وينر 2022 زي ما قال محمد ووضح ان دي بتاعت 2022. الموسم انتهى ببطوله او جوله الدوري العالمي اللي كانت في مصر، ودي حاجه كويسه يمكن. ومكتوب طبعا هنا اتحاد الورلد كاراتيه فيدريشن، الاتحاد الدولي للكاراتيه. حاجه شياكه كده وحاجه جميله جدا جدا. وخلينا بصوا دي العلبه اللي بيتحط فيها حاجه كده، تحس ان انت بعد موسم طويل يا محمد رمضان لما ينجح في موسم طويل زي ده ان هو ياخد جائزه دي اكيد مكسب ليه، وحتى هتلاقي كريم نفسه فرحان له وكل الدنيا فرحان لانه كلنا بنتمرن مع بعض في الاخر، احنا بنمثل مصر وطالعين من النادي الاهلي. طيب كده الموسم خلص، كده الموسم خلص. هي كايرو كانوا حاطينها متممه ل 2022 وبدايه ستارت ل 2023. يعني دي محسوبه معاك؟ يعني هي محسوبه. في بقى ثلاث محطات تانيين، في عندنا المفروض في شهر 4 لسه شويه، في شهر 5 انا اسف، في شهر 5 الرباط، تمام. بعد كده في شهر 6 في اليابان بريمير ليج. انت من الشرق أيوة. الغرب للشرق بالظبط. في شهر 9 في ايرلندا بريمير ليج، فهم السنه دي اربع بطولات بريمير ليج مش خمسه. بس بدايتهم كانت مصر، بدايتهم مصر كانت متممه وبدايه. طب افريقيا والعالم؟ افريقيا في عندنا بطوله افريقيا هتبقى في غانا في شهر 8، ده لسه في الصيف، تمام. وفي قبليها في شهر 5 في يعني قبل بريمير ليج الرباط في بطوله البحر المتوسط،
دي محسوبه معاكم في الرانك والقصه داخله في البحر المتوسط؟ لا ما بتتحطش. هي بطوله دوليه. هي بطوله اقليميه بالظبط، ما بتتحسبش. لكن البطولات اللي هي بتتحسب في الرانك بطوله قاريه وبطوله العالم، اللي هي بطوله العالم قلنا القاريه هتبقى في غانا ان شاء الله في شهر 8، بطوله العالم في المجر هتبقى في شهر 10. بس غريبه البطوله القاريه في غانا دي جديده، دي يعني غانا ما كنتش اسمع عنها في الكاراتيه. لا انا باخد الاخبار دي وبحللها معاك. هم بيحاولوا في الاتحادات عامه ينشروا اللعبه في بلاد، يعني بطوله افريقيا اللي فاتت جبنا فيها اول، كنت انا في الجماعه جايب اول وكان كريم جايب اول في 60 كيلو، كانت معموله في جنوب افريقيا. السنه اللي قبلها كانت في مصر، السنه اللي قبلها كانت في بوتسوانا. يعني هم بيحاولوا ينوعوا بلاد القاريه، يعني مش بيثبتوا على بلد عشان ينشروا اللعبه بالظبط. طب خلاص انا برضو عايز اجي لك يا كريم، يعني احنا محتاجين كشف حساب يا سيدي، زي ما محمد رمضان كده في النص من غير ما اساله عمل كشف حساب. طبعا دي نهايه موسم، الحمد لله الرانك اتحسن، ادائك اتحسن، لقيت نفسك الحمد لله. انت كنت بعدت فتره صح. كشف حساب، يعني كشف حساب لنفسك كده على الهوا. والله كابتن هي كانت البدايه في بطوله اذربيجان دي، اللي هي شهر كام؟ لا ما انا بس كانت بدايه 2022 بالظبط. تمام. انا ما بركزش في التواريخ ولا احنا هنركز. بس خلينا ناخدها ايه بمحطات. بالظبط هي محطات. فرجعت يعني بربنا، ربنا حطني على الطريق وجبت فضيه وجيت لحضرتك هنا. وبعدين دكتور مهنا مجدي تاني برضو وتالت، وهفضل يعني الراجل ده انا مهما اقول انا مش هعرف اديله حقه. يستاهل كل خير بصراحه. بالظبط. هو كلمنا انا ورمضان وقال لنا في بطوله في روسيا تطلعوها نطلعها، وحد كلمه يعني عايز نروح نشارك في البطوله. البطوله دي كانت ايه؟ البطوله دي كانت يعني من الاخر هم روسيا زي ما حضرتك عارف مش موجوده على الخريطه في اي حاجه. نظمت بطوله. نظمت بطوله هي يمكن احسن بطوله انا بالنسبه لي شفتها في حياتي كتنظيم دي كانت في قلب وقت الاحداث دي برضو. الاحداث دي بدات فبراير، احداث اوكرانيا وروسيا بدات فبراير. بعديها طبعا بعديها اكيد، لان كانت في بدايه السنه اللي فاتت. بالظبط. احنا دلوقتي الاحداث دي بقى لها سنه. لا هو البطوله دي كانت من شهرين تقريبا. كانت شهر 10 حلو، وقال لكم عليها وسافرت. وسافرنا يعني انت من اذربيجان لروسيا ما شاركتش في حاجه؟ لا هي كانت على طول، ما يعني بعديها على طول كان ما فيش. كان ما فيهاش يعني. فهو كان معانا دكتور مهند في السفريه دي، كان معانا وكان هو المدرب اللي قعد لنا على الكرسي. وانا جبت الحمد لله يعني فضلا عند ربنا يعني. في نجوم كبار مشاركين؟ مش عارف يعني بس كان مستوى الفني. طيب بلاش لا كانت مستوى فني. هي من الاخر حضرتك يعني يا كابتن كانت بطوله ماديه، يعني هي معموله عشان بس روسيا. عامه انا ما اعرفش هم صارفين عليها مبالغ طائله يعني. اكيد الدوله عايزه تحط بالظبط. بالظبط. فكانت كل اللي رايح عشان هي بطوله ما لهاش اسم ومعلش يعني. بس احتكاك كويس. احتكاك كويس جدا. اللعيبه اللي راحت في منهم طبعا ابطال، في منهم الولد اللي جاب اول في بريمير ليج اللي هو المصنف وفي المصنف السابع كان موجود. يعني كانت بطوله قويه. كانت بطوله قويه في اوروبا هي كانت بطوله قويه مبدئيا يعني. فدكتور مهند كان جابنا وقعد معانا قبل البطوله، انا فاكر اليوم ده قبل ما نلعب، قال انا هقعد لكم اول مره على كرسي كمدرب، انا اخوكم وكل حاجه. انا فاكر اليوم ده مش ناسي. ده كان دعم. كان دعم جدا ان انت بتلعب من غير ستريس، بتلعب معلش يعني انا مع احترامي لاي حد، انا ما عنديش مشاكل مع اي حد، بس انا لما احس ان واحد فعلا قلبه عليا لا انا هقول ان الراجل ده اللي جواه واصل لي. انت نفسي قوي يا كريم. دي حقيقه بصراحه يعني. حتى محمد انت عندك نفسيات عاليه. دي حقيقه يعني. اللي بيوصل لي من الشخص انا احب برضو ادي له. بس انت هتتعب يا كريم. اللي بياخد كل حاجه على قلبه دي. والله انا بقول لك انا بديك نصيحه. يعني سابقك في السن طبعا. انت واضح ان انت قلبك ابيض وبتاخد كل حاجه بتحصل بتقدر الناس اللي بتقف جنبك طبعا. بس في الناحيه الثانيه لو حد يعني ضايقك او غلط فيك او بتاع بتتدمر. طبعا دي حقيقه يعني. والله انا مش عايز حد يعني انا مش عايز حد يأذيني. لو مش هتساعدني ما تأذينيش. والحمد لله ما حدش أذيني، لان انا برضو انا مقتنع بحاجه بعيدا عن مش هنقعد نقول الناس عايزيني او مش عايزيني او الاتحاد او الكلام ده. انا مقتنع بحاجه، لو انت جامد او لو انت مالي مركزك معلش يعني في ميزانك او في هو غصب عنه هياخدك، لان هو هيبقى محتاج المكسب منك كمدرب كاتحاد. يبقى انا قضيه الملعب. بالظبط. اثبت نفسي في الملعب كل بالزبط. الدنيا هتحترمني وكل الدنيا هتجيبني. بالظبط يا كابتن. طيب بس خلصنا بطوله روسيا. ايه خلصنا بطوله روسيا. خلصنا بطوله روسيا. كان عندنا بعديها بثلاث ايام بطوله افريقيا. ايه ده؟ والله الثلج. كانت افريقيا فين؟ في جنوب افريقيا في بلد اسمها كانت ساعتها حر.
كان لا كانت حركه جميله. رحنا روسيا كنت ضربته في خلاط. كانت جميله والله. خدته كده من روسيا رايحين بالجواكت هوب الجواكت خلعنا جواكت رحنا لبسنا نص كوب. ايوه والله احنا رحنا لعبنا ومشينا يا كابتن على طول ما لحقناش حتى يعني على طول رحنا يوم يومين. حلوه حلوه. لا انا بتكلم على روسيا. روسيا رحنا ثلاث ايام بالظبط لعبنا. ما انتوا بتلعبوا ثلاث ايام يا كريم. بالظبط بالظبط دي حقيقه. بس والحمد لله ربنا كرمني برده جبت اول افريقيا في البطوله دي. جبت اول هنا وجبت اول هنا الحمد لله بكرم ربنا يعني. حلوه بطوله افريقيا دي. طبعا تفرق معاك في الرانك. ما هي زقت الدنيا جدا يعني بقيت السادس. لا بقيت مش فاكر الكامل الاول بعدين بعد البطوله دي بقيت السادس. خلي بالك انتوا ضربتوا رحله مثلا بتاعه يوم ونص سفر. دي حقيقه. دي حقيقه يا كابتن. بس انا كنت بضرب الرحلات دي بص وكنت بروح خلصان. طب كان في وصلتوا جنوب افريقيا قبل البطوله بوقت كافي ولا وصلنا ونمنا يومين بس. طب حلو قوي. يعني حد يوم يومين. دي حقيقه. خبطوا عليكم وانا نايم. مفيش ساعه بيولوجيه انتوا سبتوها في روسيا خلاص. والله يعني احنا لعبنا. انا فاكر انا لعبت البطوله دي وانا تعبان طبعا. بس انا كنت عارف ان ربنا هيكرمني يعني. طب دكتور مهند جه معاكم على افريقيا؟ لا هو مشي من روسيا رجع بقى يشوف شغله وحاجته وحاله. بالظبط. طبيب طبعا وطبيب اسنان وراه دنيا يعني ربنا يعينه يا رب. بس حلو يعني كويس. خلصنا جنوب افريقيا بطوله افريقيا. عملنا ايه تاني؟ اخر حاجه جنوب افريقيا والبريمير ليج القاهره. بس كده. طب ان بتوين بقى التمرين كان عامل ايه؟ الدنيا كانت عامله ايه؟ موتين بعض في التمرين يعني؟ كلمنا عن الفترات البينيه بقى خلاص دي البطولات. والله يا كابتن صراحه انا بتمرن لوحدي وكنا بنتمرن مع رمضان بس ما اعرفش ما بقيناش نتمرن ليه. ليه يا رمضان؟ ليه يا رمضان؟ ما اعرفش ما بقاش يحب يتمرن معايا. بقينا انت حتى شهر رمضان جاي يا رمضان. تبقى انت كده يعني بقينا بقى بيتخانق معايا في التمرين كتير. ما تصدقكش. لا والله العظيم ده رمضان بيحبك جدا وحتى انا بحس دي على الهوا دايما. هو اخويا طبعا وكل حاجه ده عشره عمري يعني. بس هو مره سابني ومشي عشان مش عارف بعمل حاجه. ايوه قول كده. ايوه طلع طلع الكلام عادي عادي ما فيش حد سامعنا. قول بشرب حاجه كده فسابني ومشي. ومن ساعتها قال لي طب ضيع الوقت وضيع وقت التمرين وبتاع ما بقاش يعني. انا اقول لحضرتك هو الفكره انا من النوع اللي هو الجد في التمرين. انا بخش التمرين يعني لو بابا جه ممكن ما اسلمش عليه غير بعد التمرين. هو كده هو لازم تركز في تمرينك لان انت داخل مود عايز تصلح اخطاء عايز تعمل حاجات عايز تركز على حاجات معينه فما ينفعش افصلها بحاجه ثانيه. فانا ساعات كريم ما هو كريم ممكن يكون عكس شويه بيحب ايه يهزر يفك نفسه شويه ف باين يا كريم فما يجي فما يجي يفصل شويه فانا بتضايق ف بس ده طبعا ما يمنعش ان احنا طبعا هدفنا واحد وان احنا قلبنا على قلب يعني طبعا انت عايز كويس هو عايز كويس احنا طبعا بنشد بعض. الاختلاف تمرينه ولا اتنين مش ده النهج يعني. لا انا هاجي وبعد كده احكم ما بينكم وهشوف الموضوع ده تاني خالص. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجوم الكاراتيه. لا تذهبوا بعيد. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع محمد رمضان وكريم ابو عيطة نجوم الكاراتيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. اجي لك يا محمد. يمكن اكيد اي انجاز بيعمله اللاعب على مستوى محلي دولي بيكون في دعم. دعم من اللي حواليه، دعم من النادي بتاعه، مين اللي بيدعموك في طريقك اللي انت ماشي فيه؟ اول حاجه طبعا الدعم بيبقى بيجي من اول الدعم الرئيسي لاي حد اي رياضي بيبقى الاسره طبعا. فاسرتي طبعا الدعم الرئيسي ليا في الاول وفي الاخر بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى اكيد طبعا كلها دي اسباب. طبعا. بس مين في اسرتك؟ كلمني بقى بالتفصيل. والدتي والدي اخواتي بصراحه كلهم يعني على طول دعم على طول. انا تعبهم بالكاراتيه واحكي حياتي في الكاراتيه وافضل الليل نهار بتكلم على الكاراتيه. فالاسره طبعا ليك اخوات رئيسي. ليا اخت اختين بيدعموك برضه بيجوا نشاطك وعارفين كل حاجه وبيدعموني كده. يا كابتن بس انا حابب اقول حاجه. طنط مامت محمد هي بتمرنه لان هو ما بيرضاش ينزل من البيت ساعات ما بلاقيش. هي كانت لعيبه كاراتيه؟ لا ولا حاجه. اتعلمت من حضورها معايا من كتر هي ساعات ربنا يخليها لك يا رب بتساعدني في التمرين وكده. طب ما عندكش فيديوهات وانت بتتمرن معايا؟ ابعتها لنا. لا والله بجد ليه بقى مثلا في عيد الام جاي اهو نزل فيديو زي ده؟ لا دي حقيقه يعني دعم الام ده خلي بالك الدنيا كلها لو دعمتك حاجه ووالدتك لو دعمتك حاجه ثانيه. ايوه طبعا. فبتبقى بتساعدك في التمرين. ابعت لنا فيديوهات وهي بتمرنك والحاجات دي في البيت. طيب طبعا دعم انا احب طبعا برضه اشكر دكتور مهند مجدي. اكيد كريم قال كتير يعني وانا طبعا احب ازيد ان هو فعلا دكتور مهند من الناس اللي بتدعمنا على طول بيسال علينا على طول بيتابعنا خطوه بخطوه وعلى طول يعني احنا بنستشير في اي حاجه بتواجهنا. برضو النادي طبعا دكتور مراد عاصم
الجهاز اللي موجود. كل الناس دي برضو الكباتن، برضو احب اشكر الكباتن في النادي الاهلي. الناس بيتعاملوا معنا كاننا اسره واحده، بيحاولوا يدعمونا، وفي نفس الوقت في التمرين لما بنبقى مثلا جايين في اوقات مش معانا بيجوا لكم في الميعاد اللي عايزينه، بيجوا لنا في الميعاد اللي احنا عايزينه. ولو انا وكريم محتاجين مثلا قبل بطوله نتمرن ومحتاجين ناخد حته معينه نتمرن انا وهو مثلا لوحدينا او كده، المدربين اللي في الصاله مثلا لو كابتن مثلا ما فيش معاه تمرين بيوفر لنا معاد. يعني بصراحه ما حدش بيأثر معانا. حاسس ان انت بتدعم بشكل جيد، وحاسس ان انت يعني بالزبط. اللي انت عايزه فنيا بتلاقيه بالظبط. طيب خلينا نتكلم على مستوى الصحاب كمان. اكيد اكيد ليك اصدقاء، ليك صحاب طبعا. مش لازم يكونوا من جوه اسره الكاراتيه. أيوة ممكن صحابك في الجامعه، صحابك في المدرسه، صحاب الطفوله. مين من صحابك دايما بتابع اخبارك ودايما على السوشيال ميديا، اول واحد بيعمل لك لايك على حاجاتك؟ اصحابي كلهم صراحه، يعني اصحابي اللي في الجامعه بالذات بيدعموني، يعني على طول في ده، على طول بيسالوا عليا، على طول بيدعموني، على طول بنزل معاهم. في اوقات طبعا بيبقى عندي تمرين وحاجات وبطولات، يعني انا عارفهم في الموضوع ده، فانا بعتذر لهم. هم بيظبطوا مواعيدهم معاك بالظبط، فهم بيحاولوا يجوا على نفسهم ويستحملوني شويه في الحاجات دي. فطبعا بشكرهم بالبرنامج بتاع حضرتك، يعني ان هم لسه اصحابي يعني. احنا بنشكرهم ويا رب يفضلوا صحاب محمد، عشان راجل رياضي بيعاني فساعدوه هم اكيد طبعا يعني اكيد. انا كان في حاجه بس برضه كنت عايز ازودها، ان كنت اتمنى ان طبعا انا عارف ان الاهلي دلوقتي مشرفنا في كاس العالم للانديه، وعارف ان طبعا كابتن الخطيب مشغول الفتره دي طبعاً. فاتمنى لو يكون في تكريم من كابتن الخطيب على الكاراتيه عامه ليا وللكريم على الفتره اللي فاتت كلها، يكون حاجه أكيد تشرفنا أكيد. لان طبعا انت اكيد معجب يعني بكابتن محمود الخطيب وصوله بالنسبه لك. افرح طبعا ان انا اقابله أكيد. طبعا اكيد اكيد اكيد، وده شيء مفروغ منه، وان شاء الله اكيد ممكن يحصل ان شاء الله. اجي لك يا كريم نفس الكلام، الدعم طبعا. ويعني اللعيب ما بيقدرش يحققه، خاصه ان انت قابلك صعوبات وبدلك في فتره من الفترات، فده كان في دعم، في ناس وقفت جنبك. عايزك بقى تاخد راحتك وتقول لي ده. طبعا يعني امي يعني هي العامل الاساسي لكل حاجه في حياتي، يعني مش قصه الكاراتيه بس، يعني انا برضو عديت من حاجات صعبه، يعني هي لولا امي انا ما كنتش موجود مع حضرتك النهارده، ويمكن ما كنتش موجود اصلا. فامي حاجه تانية خالص، ربنا يبارك لنا فيها يا رب. بتمرنك ساعات زي لا. محمد لا بصراحة. لا احنا عايزين بقى لا بس انا بجيبها معايا، لا احنا بنطالب الست والدتك بقى بالليل انها تمرنك خلاص انا اقول لها هيثم. ده طلب، هي اكيد تتفرج علينا، ده طلب طبعا خلاص. الام يعني دايما الام هي اهم شيء في الدنيا طبعا كله. طبعا فهي طبعا امي رقم واحد عندي، واخويا جدي الله يرحمه ووالدي الله يرحمه، دول برضو. انا جدي كان من اكتر الناس اللي هو بيقول لي انت تقدر تعمل حاجات، كان مؤمن بيك جدا، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، كان حاجه تشرف. جدي ده كان بيديني امل في الدنيا كلها بكلمه. انت شكله اكتر ولا هو شكله؟ برج الاسد يمكن زي بعض بس بس خلاص بس خلاص ما كملش خلاص كده، شكرا. برج الاسد ربنا يوفقك. اجدع ناس. حضرتك برج ايه بس؟ انا لا مش لا انا العذراء. انا لا لا عذراء يعني عشان خلينا بس. طيب. بس الاسد اجدع ناس. اسد يا عم ماشي. انا حاسس ليها لا والله. طيب. الاسد بيبقى ليه يعني مواصفات معينه تمام. يعني ربنا يوفقك، ربنا يكرمك يا كابتن. جدك والدك الله يرحمه. طبعا طبعا. ووالدي طبعا بقى يعني، وعمي وخالي طبعا، كل الناس دي ساعدتني في فتره من الفترات. خلصنا من العيله ونخش بقى في الناس اللي في المجال نفسه. عايز اشكر رجاله النادي الاهلي، كابتن عمر جلال، كابتن احمد بياضه، كابتن يوسف رأفت، كابتني طبعا كابتن محمد فاروق. على فكره في حد ساعدني وهو في اليونان اصلا مش هنا. مين؟ كابتن خالد فضل برضو. هو في اليونان بيمرن؟ هو لا هو يعني شغال اعتقد تبع مصر الطيران حاجه. تمام. بس هو بيدعمك من هناك ومتابع اخبار؟ لا هو ما انا سالته اعمل ايه، الراجل حاول يساعدني، فانا اي حد حاول حتى يساعدني، اي حد ساعدني بكلمه واحده انا عمري ما انساه، لان انا مش ناسي انا جاي منين، ومش ناسي انا كنت في ايه وانا لوحدي وعمال بتعافى. فكنت بكلم نفسي طب احنا نبطل، كابتني كابتن محمد فاروق احنا على الهوا كده بقول له احنا موجودين يا كابتن النهارده، عشان كان بيقول لي بطل، كان بيقول لي بطل واشتغل وخلاص يا كريم، ولو ربنا مش كاتب لنا لازم تبقى عارف حكمه ربنا.
فانا قلت له لا انا عارف ان يعني بالله احنا نقدر نكسب ونقدر نرجع. انت لما قلت له كده هو الراجل كان عنده وجهه نظر وهو حبيبي ده يعني ده ابويا كابتن محمد فاروق ده ابويا يعني على 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 حوار ديالوج حصل بينك لا بس هو يعني كابتن محمد فاروق فعلا انا معاه من الحزام الابيض واللي بينا مش كاراتيه خالص ولا لعبه ولا اي حاجه اللي بينا اكبر من كده بكتير يعني فعلا هو مربيني طب لما بدات تتحقق ابتدت الدنيا تظبط ابتدى يبقى يعني طبعا بص الاول والاخر انت صح يعني لو انت مش عايز والله لو الدنيا كلها دعمتك صح فهي الفكره وده بيبقى دور الام بتخلي ابنها وهي ادرى بيه انها تخليه عنده الرغبه انه يلعب عنده الرغبه انه يرجع لو الرغبه دي ما جاتش من جواك انت صدقني لو العالم كله دعمك مش هتحقق حاجه دي حقيقه فانت الاصل لما بدات انت تاخد خطوه تقول انا هكمل كل الدنيا دي لفت حواليك صح غير الام خلي الام دي في حته ثانيه طبعا لان الام حتى وانت في اسوء حالاتك وفي اسوء ضعفك بتلاقي مؤمنه بيك صح وطبعا الاب يعني ولكن انا بتكلم انه بعد كده كل انت بقى بتسحب الدنيا دي كلها طيب طبعا اتكلمت عن دكتور مهند مدربينك ده انا كل اللي قلتهم دول في رجاله لا دول رجاله النادي الاهلي مبدئيا والنهارده عندنا فريق الشابات والشباب جابوا اول دوري مبروك ليهم طبعا الف مبروك وكابتن مهارات وكمان يعني نجم من نجوم برضو ده كان بيساعدني على طول طب سؤال بس انت مش شرقيه لا طبعا مش لا طبعا يعني لا انت يعني من محافظه شرقيه ولا لا انا من القاهره طب ليك اصول شرقيه اشمعنى انا بسال بس قولي ولا وخلاص لا والله طب خلاص ما تحلفش مش هصدقك اصل في مصطلحات لا في مصطلحات بتيجي في النص كده زي مثلا الاسكندرانيه يفتحوا كلمه بتاع فانت قلت كده حاجه في النص قلت يمكن انت بالله دي دايما بيقولوها بالله الشرقيه انت انا باخد بالي انا راجل بحاول شو انت حاول فانا ببقى باخد بالي من بعض التفاصيل والحاجات دي بالنص بس انت مش الشرقيه واجدع ناس الشرقيه اجدع ناس طبعا اتفضل بس يعني هو اخر حاجه بس زي ما قلت لحضرتك برضو في الحلقه اللي فاتت كابتن تامر فتوح ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويقوم بالف سلامه الراجل ده يعني مقاتل انا يعني اكتر بني ادم مقاتل شفته في حياتي باذن الله يقف على رجله تاني وهو فعلا قد اي حاجه بالله وكابتن محمد عبد الرجال بقى ده طبعا حضرتك يعني حبيبي. ده حبيبك واخوك ده هو رجع مصر ولا لسه مصر؟ هو رجع وان شاء الله قاعد شويه شفت متابعه ازاي؟ صح حبيبي ده خرج نجوم ده خرج اسطوره اسمها جيانا فاروق يعني لا ومخرج نجوم تاني دي حقيقة يعني جيانا طبعا توب والتوب بس انا بتكلم ان الراجل ده بيحب شغلانته دي حقيقة يا كابتن دي حقيقة يعني يعني احنا بنحييه من هنا اتفضل طبعا وبس ف يعني برضه شهاده حق كابتن محمد عبد الرجال كان بي 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 هو بيمرن حد معين كده ف كنت بقول له كابتن طب انا جاي من الجامعه طب مش عارف كان الراجل بيبدر التمارين عشاني الله. فدي حاجه انا مش ناسيها له في الوقت اللي انا ما كنتش لاقي فيه تمارين لان انا زي ما قلت لحضرتك انا بتمرن لوحدي وبس اخر يعني خمس ست ايام رحت المنتخب مرنت مع الفرقه مرنت هناك فبس وبرضو حاجه ده اخونا الثالث بقى علي الصاوي مصاب في رجله اصابه جامده جدا خير عنده يعني انا مش عارف بس هو رجله يعني ورم فظيع يعني كشف عمل حاجه عشان طمن كشف ومفروض ان هو يعمل عمليه الف سلامه عليه الف سلامه عليه طبعا ده يعني كبير خلقا ده هو اخونا الثالث يعني احنا ثلاثه كده وهو شارك في الاولمبياد كمان بالظبط فامين يا كابتن بس ويوسف امام برضو ربنا يشفيه وعبد الله وكل اي حد ربنا يشفيه بس انا بتكلم على علي بشكل شخصي لان هو يعني هو ده عشره عمر برضو مع رمضان واحنا كلنا طالعين مع بعض جميل علي جميل بالظبط بس يعني بس انا عاجبني فيك ما شاء الله زي ما قلت لك انت نفسيا وعندك الحته النفسيه عاليه وما بتنساش ابدا اي حد حتى لو قال لك كلمه الحمد لله واجي لمحمد كمان طيب قبل ما احنا دايما احنا بنعمل تقرير كده خلاص فاضل خمس ست دقايق بس هاخد ايه هاخد منك انت محمد الاول طموحاتك اللي جاي ايه يعني احنا المره اللي فاتت قلت انا عايز اوصل التوب دلوقتي التاني على مستوى العالم طموحاتك ايه ولما توصل لقمه التصنيف بعد كده طموحاتك ايه ان شاء الله يعني. والله احنا بنحاول يعني نحط طموحات ونزود على الطموحات دي لما نوصل لها انا معاك معاك لاقصى حاجه ممكن ان شاء الله إيه؟ يعني اتمنى طبعا زي ما قلت لحضرتك كل مره ان الكاراتيه يخش الاولمبياد ده طموح لسه في كلام ان ممكن باريس ما فيش بس أمريكا. هو لوس انجلوس ان شاء الله في كلام وصل فعلا لغايه الشورت ليست فان شاء الله ربنا يكرم
ونقدر نحققها ويا رب ان شاء الله اجيب ميداليه اولمبيه. ده حلم اي رياضي. انا مش مستوعب يعني ايه الكاراتيه مش لعبه اولمبيه. انا والله انا والسكواش برضو مش مستوعب برضو. مش يعني مش لعبه اولمبيه الكاراتيه بالممارسه على مستوى العالم ده كله مش لعبه اولمبيه. ازاي امال ايه اللي يبقى لعبه اولمبيه؟ عندنا رياضه متكامله يعني هي بنستخدم رجلين زي التايكوندو، بنستخدم عندنا شيل زي الجودو، عندنا زي الضربات باليد زي البوكس. طبعاً. يعني احنا اصلا رياضات اولمبيه، احنا رياضات اولمبيه في الرياضه. فده دي ان شاء الله تخشوا باذن الله يبقى لكم نصيب. طبعا ميداليه عالم، اول عالم ان شاء الله نفسي تكون السنه دي تتحقق. وطبعا نفسي ابقى على صداره التصنيف العالمي ده ان شاء الله. حلم اي حد طبعا. هنستنى ومعاك لغايه انت بتقول انا خلصت. ان شاء الله. كريم اجي لك برده فاضل دقيقتين ثلاثه. محاطك انت عايز ايه؟ انت بامانه انا واحد من الناس وقريب منكم يعني وبعتبركم اخواتي. انا راضي الحمد لله عن ادائك وعن ادائك. الحمد لله بامانه السنه دي ما شاء الله الله اكبر. الحمد لله. ايه اللي انت بقى السنه الجايه عايز تحققه ولينا لقاء ان شاء الله؟ انا عارف ان احنا قدامنا دقيقتين، في حد ضروري لازم اشكره. خد راحتك. يعني اه بالظبط في ثانيتين يعني. دكتور ندى يعني دي حبيبه قلبي من جوه كده. ربنا يكرمها برده، ساعدتني جامد. مدربه ولا مش مهم؟ مش مهم. انا اسف. طبعا ليها دور يعني كان دي كانت داعمه ليك. بالظبط. فانا بشكرها جدا يعني على كل حاجه هي عملتها معايا. وطموحاتها كابتن ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا في بطوله العالم. انا يعني ما اعرفش اولمبياد هنخشها مش هنخشها، اشتغل وخلاص. فاحنا عندنا احنا يعني هو احسن حاجه اللي هي كل بطوله بمثابه بالظبط. ولكن بطوله العالم يعني ده تارجت طبعا اساسي. انت تبقى شايف. طبعا عندك فتره كده طبعًا. شهر محتاجه شغل من نار. طبعا يا كابتن. وبطل لعبه مع القطه عشان يجي محمد هلعب معاها كل ما مش عايز تاخد ميداليه في بطوله العالم. مش عايز تاخد ميداليه والله يا كابتن. ده حاجه لله يعني. لا معلش ركز بقى معالي الباشا عشان احنا عندنا بطوله العالم. خلاص يا كابتن انا بتكلم ايه ان انت عندك اربع شهور. احنا بنهزر. انا عارف طبعا تشتغل وتمرن نفسك في التمرين بس حلمك امشي وراه. ايه تاني؟ حاضر. يعني هي بنبتدي انا السادس حاليا. انا بصراحه موضوع الرانك ده انا ما بتعجبني. صح ما تبصلوش. ما ببصلوش خالص. بص بطوله ببطوله بالظبط. بحس ان هم يعني من الاخر كده بيشتغلونا. ف انت السادس زي الاول زي بتلعبهم في كل البطولات ولكن هي نفسيا انت لما تبقى الاول فالموضوع بيفرق كتف سيفي وفي الجراند وينر يفرق يعني. ربنا رب ما شاء الله الحمد لله يعني ربنا كرم رمضان بعد قد ايه وهو الثاني تصنيفه الثاني. فهي بتبقى ارزاق فالحمد لله على كل حال. فبس فهو كل بطوله ببطولتها وخلاص ان شاء الله. وانا الحقيقه سعيد جدا بالحلقه النهارده معاكم بامانه. انا بستناها من السيزون للسيزون وان شاء الله نتقابل باذن الله. محققين مزيد من الانتصارات ليكم وللنادي الاهلي والمصر. كريم ابو عيطه نجم منتخب مصر والنادي الاهلي في الكاراتيه بشكرك، نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك كابتن. محمد رمضان نجمنا ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكرك والف مليون مبروك ليكم انتوا الاثنين. وانت طبعا شكرا لحضرتك. وانا سعيد بوجودي مع حضرتك يا رب. وان شاء الله المره الجايه نبقى في مرتبه احسن من كده ونكون مع حضرتك برده ان شاء الله. وهنستناكم ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده مع نجوم الكاراتيه. شفنا قد ايه هم بيتعبوا، شفنا قد ايه عندهم طموحات، شفنا قد ايه من حلقه لحلقه بنصورها بقى من كل شهر والتاني والتالت بنلاقي في تقدم وفي تحدي وفي صعوبات بتقابلهم. وهو ده الرياضه وهي دي لعبه الكاراتيه كمان، لعبه التحدي. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى حلقه جديده مع الاطفال.